اهلا بيك يا شباب. ان شاء الله النهارده هنتكلم على درس جديد اللي هو الانفرنس لاين، وهنتكلم على البينز. في البدايه كده تعال نشوف هو ايه، يعني ايه الموضوع الجديد ده. احنا اللي كنا متعودين عليه قبل كده ان انا كنت بديك اي مساله، خلينا نتكلم على مساله بسيطه بالشكل ده. اما كنت بديك شكل لود وليكن قيمه بي موجوده هنا، كنت ممكن اطلب منك قيمه الرياكشن، فبتقدر تجيب لي الرياكشن ده كام والرياكشن ده كام. فلو كان ده موجود في النص كنت بتقول لي ده بي على الاثنين وبي على الاثنين. طب لو كنت قلت لك ارسم لي البندنج مومنت دياجرام، كنت بترسم البندنج مومنت دياجرام بيطلع حاجه بالشكل ده اللي هو بي ال على 4. ما كانش في مشكله خالص. ليه بقى؟ وبالتالي كنت بقدر اطلب منك سواء بندنج مومنت دياجرام او شير فورس دياجرام، او حتى في الفريم اليمنت او في المسائل بتاعه الفريمز كنت ممكن اطلب منك نورمال فورس دياجرام. في المسائل اللي كنا شغالين فيها قبل كده كان الحمل محدد القيمة ومحدد المكان بتاعه، نقطة التأثير بتاعة الحمل، وبالتالي ملوش غير إجابة واحدة اللي هي الريسبونس اللي موجودة قدامك ده. تفتكر لو أنا نفس المسألة دي هي بالظبط، بس كل اللي حصل إن أنا بدل ما كنت بقول لك البي دي كانت على مسافة اسمها مثلا ال على 2، بقول لك لا دي بقت ال على 3. تفتكر الحل ده هيطلع مظبوط؟ الإجابة لأ، أو ال على 4. أيا كان، كل ما القيمه دي هتتغير كل ما دول هيتغيروا، وبالتالي هتلاقي لا ده دي بقت التلت، فهتلاقي ده بقى تلتين البي وده بقى تلت البي بس، وبالتالي المومنت هنا هيجي تحت اللود تلتين البي على 3 مضروب في ال على 3، يطلع مثلا ده 2 بي مش عارف على 9، يطلع زي ما يطلع. المهم ان القيمه بتاعتك كل ما بتغير مكان اللود كل ما القيم دي كلها مالها بتختلف. تمام. احنا ايه بقى الانفرنس لاين ده؟ احنا عايزين نجيب ريسبونس معينه نتيجه ان اللود بتاعك عمال يغير مكانه. يعني ايه؟ يعني خلينا نقول ان البي بتاعك ده، انا بقى بقول لك لا البي ده انا مش عارف اللوكيشن بتاعه ايه، انا اللي عايز ادرسه وليكن لو دي نقطه اي، عايز اعرف الرياكشن بتاع نقطه اي دي هيطلع كام. طب كويس، هتيجي تسالني عايز تجيب الرياكشن ده لو اللود بتاعك ده موجود فين؟ هي دي بقى النقطه بتاعتك. انا اللود بتاعي ده ملوش نقطه تاثير ثابته. يعني ايه؟ يعني اللود بتاعي ده ممكن يجي عند اي نقطه موجوده في المساله بتاعتك، وعلشان كده بنيجي نقول اللي انت هترسمه الرياكشن ده انت مش هتقدر تديني قيمه ثابته، لان كل ما اللود ده هيبقى موجود في مكان كل ما هيطلع قيمه رياكشن مختلف. علشان كده بنقول لا ده هتبقى قيمه متغيره. القيمة المتغيرة معتمدة على مكان مين؟ مكان اللود. بنبتدي نطلب منك حاجة اسمها inference line diagram. ده diagram جديد بقى، انت هتدينا فيه قيمة ال variable اللي احنا عايزينه وليكن ال reaction عند نقطة A مثلا نتيجة تغير مكان مين؟ مكان الحمل. طب تعال نشوف بس كده عشان نفهم الفكرة، يعني ايه اصلا ارسم حاجة بالشكل ده. كل اللي هنيجي نقول لك ده القيمة بتاعت ال B وبيتغير من نقطة هنا لحد يمشي في اي مكان لحد ما يجي في الاخر خالص. طيب تفتكر انت لو انا قلت لك ان نقطه اللود اللي اسمه بي ده موجود عند نقطه ايه بالظبط، هيطلع الرياكشن ده كام؟ هيطلع بي، صح كده؟ يبقى لو اللود بتاعك كان هنا هيطلع الرياكشن ده بي. فقلنا هنا شايف القيمه اللي انا هرسمها دي قيمه الرياكشن اللي اسمه بي ان كيس لو اللود في نفس النقطه دي. طب تعال نشوف حاجه تانية. طب لو كان اللود بتاعك ده كان في اخر الكاميرا بتاعتك، كان جه عند النقطه دي، كان الرياكشن اللي هنا ده هيطلع كام؟ هيطلع صفر. فبقول ده الصفر. الصفر ده indication لإيه؟ قيمة الرياكشن اللي اسمه الواي اي. عشان كده بنقول ده inference line diagram بتاع مين؟ بتاع الرياكشن اللي اسمه الواي اي. يعني أي قيمة موجودة على الدياجرام ده هي بتبين لك قيمة الرياكشن واي اي. طب فين؟ على حسب المكان اللي فيه اللود. فدلوقتي أنا جبت التو اكستريم بوينتس، واحدة هنا ده لو كان اللود هنا هيدي هنا قيمة البي على طول، لو كان اللود هنا هيدي رياكشن هنا صفر، وبنروح موصلين كده بخط مستقيم. الدياجرام اللي اترسم ده هو اللي بيديك العلاقه او التوزيع او التغير بتاع قيمه الرياكشن مع مكان الحمل. يعني ايه؟ يعني لو انا بقول ده انا عايز لو الرياكشن بتاعك موجود مثلا على ال على 4، عايز اجيب الرياكشن تعمل ايه؟ عايز اعرف قيمته. ببساطه جدا امشي ال على 4 على الدياجرام تطلع لك دي قيمه الرياكشن. طب ال على 2 تجيب قيمه الرياكشن، ال على 3، ال على 6، ال على اي رقم. بقى ده عباره عن دياجرام بيديك التغير بتاع قيمه الرياكشن مع تغير الحمل. يبقى الارتفاع ده بيمثل لك ايه؟ بيمثل لي الواي اي لو كان اللود موجود في النقطه دي. طب الارتفاع ده بيمثل لي ايه؟ بيمثل لي الرياكشن اللي اسمه الواي اي لو كان اللود موجود عند النقطه دي بالظبط. ده اللي اسمه انفلونس لاين دياجرام لاي فاريبل بقى. ممكن نطلبه الرياكشن، ممكن نطلبه لمومنت، ممكن نطلبه لشير، بس لازم هيكون عنده نقطه معينه وعند سكشن معين ابتدي اطلب منك الفاريبلز دي كلها. يبقى اول نقطه بس عشان نكون مستوعبينها الانفلونس لاين اختلاف وعدد.
الدياجرامز اللي كنا بنرسمها قبل كده، ان قبل كده كان بيبقى محدد اللود بتاعك مكانه فين وقيمته فين، فمعروفين. فانت بتطلع specific values، قيم محددة للرياكشنز للمومنت، مفيش غير قيمة واحدة. المرة دي احنا بنتكلم حمل متغير الموقع بتاعه، تمام؟ حمل كل شوية ممكن ياخد اي location، هنا ممكن يبقى هنا يمين شوية اكتر اقل في اي مكان. فاحنا بنبقى عايزين نرسم دياجرام عام بيوصي يجيب لك قيمة الفاريبل بتاعك اللي انت عايزه ايا كان مكان مين الحمل بتاعك. واحنا اللي هنشتغل عليه بنرسم الانفرنس لاين لاي فاريبل نتيجة concentrated load. concentrated load و concentrated load ده قيمته كام؟ احنا دايما هنشتغل ان قيمته اليونت، يعني قيمته واحد. وبعدين هنيجي نتكلم طب ليه واحد؟ خلاص مش فارق قيمته. وانا لو قلت لك ان ده بدل ما هو واحد طلع 10، ايه اللي هيفرق في الدياجرام ده؟ هتضربه في العشر. لو قلت لك ده كان لوت قيمته 5، هتضرب الدياجرام في الخمسة. فاحنا هنشتغل على اليونت. طيب وليه برضو احنا بنقول هنشتغل دايما على concentrated load؟ ال concentrated load ده انا اقدر اشكل منه اي شكل من اشكال الاحمال اللي احنا نعرفها. يعني احنا كل الاحمال بتاعتنا كانت يا اما concentrated loads ايا كانت القيمة بتاعتها، فكل اللي هعمله اقول ده هو هيطلع الناتج بتاع اليونت لود بس مضروب في قيمته. وفي لودز تانية اللي هي عبارة عن distributed loads. طب ما distributed loads دي عبارة عن ايه؟ كذا لود جنب بعض، يعني هما مش لود مركز في نقطة، ده لود كامل على كامل الطول بتاع مين، او موزع على كامل الطول بتاع الاستراكشر وبتاع الكاميرا. وبالتالي هو عبارة عن concentrated loads كتير قوي بس كلها لازقة بعضها. فبالتالي انا هقدر احول برضه ده لديستريبيوتد لود، او اجيب منه الريسبونس بتاع ديستريبيوتد لود زي ما هنشوف في اخر جزء هنتكلم فيه في الجزئية بتاعت الانفلونس لاين على الفيمز. فده مبدئيا احنا بنتكلم الانفلونس لاين لاي فاريبل نتيجة يونت لود او يونت concentrated لود مكانه عمال يتحرك، واحنا بنجيب الريسبونس بناء على كده. طيب المسائل بتاعتنا كلها احنا بنتكلم على بيمز، فالبيمز كلها عبارة عن شوية اشكال بسيطة جدا او حتى continuous beam مركبة. احنا بنتكلم على determinant structures، بنتكلم دلوقتي على influence line for beams او determinant beams، تمام؟ فبالتالي حتى لو جبت لك كاميرا كبيرة تبقى شوية كاميرات كلها كاميرات يا سمبل بيموس كانتريبر. فخلينا كده نبتدي بس ناخد الموضوع بشكل مبسط على حاجة صغيرة، وليكن السمبل بيم اللي قدامنا دي. مطلوب منك ايه بقى؟ تعالى كده نمسك حاجة حاجة ونفكر فيها مع بعضينا كده. لو انا جيت قلت لك انا عايز ارسم هنا الانفلونس لاين اهو، الانفلونس لاين بتاع الواي اي، وكمان عايزين نرسم بعدها الانفلونس لاين بتاع الرياكشن اللي اسمه الواي بي. ادي التو رياكشنز بتوعي اللي انا فارقين معايا. وممكن اروح جاي بعدها محدد لك سيكشن، السيكشن ده ممكن يكون في النص ممكن ما يكونش في النص، مش فارقه. خليني انا اقول لك السيكشن نمره واحد ده موجود في النص. فانا عايزك ترسم لي كمان بقى الانفلونس لاين بتاع المومنت اللي عند السيكشن نمره واحد، وعايز الانفلونس لاين بتاع الشير اللي عند السيكشن نمره واحد. اي حاجه ممكن تطلب منك في اي مكان. تعال بقى نفكر واحده واحده ونشوف الموضوع ده يتحسب ازاي. طيب اول حاجة لو انا عايز ارسم الانفلنس لاين بتاع الرياكشن اللي اسمه ايه، هنعمل ايه؟ اروح جايين شادين ادي الديتم بتاعنا بطول الكاميرا، ده بيمثل لك قيمة الرياكشن اللي اسمه ايه ايا كان مكان اللود. احنا اتفقنا دلوقتي هنحل على يونت لود اهو، ده حمل كده متغير قيمته كام؟ واحد. وانا انديكيشن ليه كده، ده اللي هيتحرك بكامل طول الكاميرا. نبتدي دايما نفكر هو لو اللود بتاعك دي نقطة البداية، لو اللود جه وقف هنا هيطلع الرياكشن ده كام؟ هيطلع هو قيمة اللود يبقى الواحد. رحت طالع واحد لفوق اهو. طب نهاية الكاميرا بتاعتك لو اللود كان موجود هنا هيطلع الرياكشن بتاع واي بي بواحد، لكن انا مهتم بالرياكشن اللي اسمه واي اي، يبقى واي اي هيطلع بكام؟ بصفر. يبقى لو اللود بتاعك كان موجود عند نقطة بي هيطلع الرياكشن اللي اسمه واي اي بصفر، فقلت يبقى القيمة هنا بصفر، ورحت موصل بخط مستقيم بالشكل اللي قدامك ده. اللي بيبين لك قدامك ده قيمة الرياكشن اللي اسمه واي اي في اي مكان هيبقى موجود عنده مين؟ عنده اللود. طيب تعال نرسم حاجة تانية. انا دلوقتي عايز ارسم الانفرنس لاين بتاع مين؟ بتاع الواي بي. نبتدي كده نعمل نفس الكلمتين. والله همسك اول نقطة، لو اللود بتاعك كان موجود هنا هيبقى الرياكشن بتاع واي ايه هو قيمة اللود اللي هو الواحد. طب رياكشن واي بي ساعتها بكام؟ بصفر. يبقى هنا لو اللود موجود هنا هيطلع الواي بي بصفر. طب لو كان الواحد ده موجود عند نقطة بي هيطلع الرياكشن بتاع بي بكام؟ بواحد بالشكل ده. ورحت برضه موصل بخط مستقيم بالمنظر ده. يبقى ده عباره عن الديستريبيوشن بتاع الرياكشن اللي اسمه الواي بي مع تغير اللوكيشن بتاع الكونسنتريتد لود اللي موجود. لحد دلوقتي كده الموضوع بسيط جدا. طيب تعالى بقى نفكر في حاجه تانية.
هو انا لو جيت قلت لك انا عايز المومنت اللي عند السكشن نمره واحد، وخليني اقول السكشن نمره واحد ده انا بقول ده هو في نص السبان اللي على الاثنين بالشكل ده، واحنا كان عندنا الفاريبلز بتاعتنا ده اللي كنا مسمينه الواي بي وده اللي كنا مسمينه الواي اي اللي احنا شغالين عليه. طيب انا هاخد على جنب بس كده عشان نبقى شايف الموضوع قدام عينيك، مع ان انا الكلام ده كمان شويه ممكن استغنى عنه خالص بس عشان نفهم الموضوع بالتفصيل. اللي انا عايز ارسمه دلوقتي ده هيبقى عباره عن انفلنس لاين بيوصف لك الديستريبيوشن او التغير بتاع قيم المومنت عند السكشن نمره كام؟ نمره واحد. طيب انا هقسم جزئين كده، ده المساله بتاعتك شكلها عامل كده، وده السكشن اللي انت بتقول عليه نمره كام؟ نمره واحد، ودي الرياكشنز عشان برضو تبقى شايفها قدام عينيك بالمنظر اللي قدامك ده واي بي. طيب واحده واحده، اول حاجه انا عندك اللود ممكن يتحرك من هنا لحد السكشن وبعدين من السكشن لحد هنا. طيب خلينا نفكر في حاجه صغيره، لو اللود بيتحرك في الجزئيه دي، يعني لو الواحد ده موجود هنا قدامك حل من اتنين، احنا دايما متعودين لما باجي احسب البندنج مومنت احسبه يا من اليمين يا اما من الشمال، مظبوط؟ طيب فدايما هبتدي افكر في الموضوع، انا دلوقتي اللود موجود في الحته اللي ناحيه الشمال، طب انا عايز احسب المومنت عن سكشن واحد، هيجي واحد يقول خلاص ده انا ممكن اقول السكشن المومنت عن سكشن واحد لو هحسبه من الشمال هيطلع كالتالي، هيطلع الواي اي في المسافه اللي اسمها مين؟ اللي اسمها اللي على الاثنين. بس كده؟ لا، ده في لود هنا كمان اهو ناقص الواحد مضروب بقى في المسافه، وليكن لو انا قلت ده دي اسمها اكس مثلا يبقى المسافه دي هتطلع ال على الاثنين ماينس مين؟ ماينس الاكس. وبعدين طب اعوض الكلام ده ازاي؟ والله ده لو هنا هتطلع الاكس دي بصفر، طب لو كنا موجودين هنا هتطلع الاكس دي بال على اتنين، وتجيب القيمتين اللي موجوده هنا وموجوده هنا. في واحد تاني ممكن يقول طب ما انا اشوف الاسهل احسب المومنت عند سكشن واحد من الشمال ولا من اليمين؟ اكيد الاسهل من اليمين، فممكن يقول لي ده نفس المومنت ده هيطلع بيساوي الواي بي مضروبه في كام؟ في ال على اتنين. نركز في حاجه صغيره، انا ستيل بحسب المومنت عن سكشن واحد المكان اللي هو بيتحرك في الحته اللي ناحيه الشمال، ممكن احسب المومنت من الشمال وممكن احسبه من اليمين. طب كويس اوي، انا جيت شايف ان الاسهل بالنسبه لي الحته دي، عايزين نبتدي نرسم دياجرام او انفلنس لاين يوصف لك تغير المومنت عن سكشن واحد طول ما اللوب بيتغير في الجزء البورت الاولاني ناحيه الشمال ده. انت جيت قلت ده الاسهل الواي بي في الال على الاثنين، طيب الواي بي بتاعك فين الانفلنس لاين بتاعه؟ اهو. طيب نركز بقى في حاجه صغيره، عند النقطه دي كان الواي بي بكام؟ بصفر. طب صفر في ال على الاثنين هيديك صفر. طب كويس اوي، نيجي عند النقطه الاخرانيه اللي هي دي، الواي بي كان بكام؟ كان بنص، ما هو صفر وواحد يبقى القيمه هنا بنص، نضربها في ال على الاثنين هيديك ال على الاربعه، رحت نازل هنا كده ده هيديني ال على مين؟ على الاربعه، ورحت موصل ما بين الاثنين بالشكل اللي قدامك ده. تاني انا بحسب من ناحيه اليمين اه، فاداني واي بي في ال على الاثنين، بس بما انك بتتكلم ان اللود موجود في الجزء اللي ناحيه الشمال فانا باصص على الرياكشن بتاع واي بي في الحته اللي اللود بيتحرك فيها، تمام؟ طيب يجي واحد يقول لي خلاص تعالى بقى نشوف لو اللود بتاعك الجزء الثاني خالص، يعني انا رسمت الحته دي، الحته الثانيه جينا دلوقتي اللي بنقول ده اللود بتاعك بدل ما كان بيتحرك على شمال السكشن نمره واحد، لا اللود بقى بيتحرك فين؟ بقى بيتحرك هنا، فهنا بيبقى عندك الواي بي وهنا بيبقى عندك مين؟ الواي اي. تفتكر لو عايز اكتب معادلة المومنت اللي اسمه ام واحد الاسهل من الشمال ولا من اليمين؟ الاسهل من الشمال لان مفيش غير الواي اي في المسافة اللي من النقطة بتاعت الرياكشن لحد نقطة السكشن اللي هي ال على الاتنين. يبقى تاني قيمة المومنت ده قيمة المومنت اللي عند سكشن واحد اما اللود بيتحرك فين؟ ناحية اليمين. انت قلت اسهل احسبه من الشمال مفيش مشكلة خالص، بس ما تنساش ان اللود ناحيه اليمين، فهبص على الواي ايه هنا. انا نبص بقى على حاجه حاجه، اول حاجه بالنسبه لي عند النقطه دي الواي ايه كان بكام؟ اطلع هنا والله الواي ايه ده لقيت قيمته هنا موجوده بنص، اروح جاي ضارب النص ده في كام؟ في ال على الاثنين، اداني ال على اربعه برضو بالشكل ده، يعني نفس القيمه بالظبط اهي. طب الواي ايه عند اخر نقطه خالص الواي ايه بكام؟ بصفر، فالمومنت هنا هيطلع لك هو كمان بصفر. شايف الرسمه دي كده؟ دي عبارة عن الانفلنس لاين بتاع البندنج مومنت دياجرام عند السكشن الموجود في النص. طيب حاجة تانية، ليه رسمت ده لتحت؟ هو المومنت بتاعنا ده واي اي في ال على الاتنين، ده الموجب بتاعنا ده كان التنشن سايد بتاعك بيبقى موجود تحت، فالرياكشن كان موجب فطلع المومنت موجب فرسمت ان التنشن سايد بتاعنا تحت. اللي انت رسمه قدامك ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن قيمة البندنج مومنت
عند السكشن واحد عند اي مكان يكون فيه اللوب. يعني لو كان اللوب بتاعك موجود عند النقطة دي، الارتفاع ده هيبقى المومنت اللي عند سكشن نمرة واحد لو اللود هنا. طب الارتفاع ده اللي اسمه ال على اربعة، ده المومنت عند سكشن واحد لو كان اللود عند سكشن كام؟ عند سكشن واحد. لازم الناس تبقى فاهمة هو يعني ايه اصلا انفلنس لاين، كل قيمة دي موجودة بتعبر لك عن ايه وايه لازمتها. تمام، طب كلام جميل. تعالى بقى نشوف الحاجة الأخيرة. عايزين زي ما بنتكلم كده نرسم قيمة الشير عند السكشن نمرة واحد الانفلنس لاين بتاعها بالشكل ده. طيب برضو نبتدي واحدة واحدة. خلاص انا دلوقتي ده كنت بتكلم في المومنت. طب تعالى دلوقتي نتكلم في الشير. لو انا جيت دلوقتي كل اللي هعمله بقول ده انا ستيل عندي جزئين، برضو اللود ممكن يتحرك في الجزء الشمال بالشكل ده. تعال نمسك الحتة دي الاول. لو اللود بيتحرك ناحية الشمال اسهل لك تحسب الشير عند نقطة واحد، من اليمين ولا من الشمال؟ برضو ستيل اسهل لك من اليمين. طب لو واحد عايز يحسب من الشمال اهو، خلينا حتى اكتبها، الشير عند واحد. لو من الشمال الاشارات بتاعت الشير شمال وطالع ويمين ونازل، شمال وطالع، يبقى موجب باي اي ماينس مين؟ ماينس الواحد. ده لو عايز تحسب من الشمال. طب لو عايز احسب من اليمين، ده يمين وطالع صح كده، يبقى ده بالسالب، يعني ده ناقص واي بي. يبقى طول ما اللوب بتاعك بيتحرك ناحية الشمال يا تجيب قيمة الشير عند سكشن واحد يا من هنا يا من هنا. طب الأسهل بالنسبة لك مين؟ برضه أنا شايف إن ده أسهل. طب تعالى نجيب ده أو ده ونبقى نشوف هنتشيك إزاي. أنا المرة دي أجرب اللي فوق دي واي اي ماينس 1. بص أروح جاي عند النقطة دي، الواي اي كان بكام؟ بواحد. ماينس 1 يبقى تطلع كام؟ تطلع صفر صح كده؟ طيب عايزين نجيب عند نقطة واحد، الواي اي كان بكام؟ كان بزائد نص. ماينس واحد يبقى ناقص نص، يبقى انا المفروض اروح جاي هنا كده ومدي القيمة بتاعت النص دي بس موجودة فين؟ لتحت بالشكل ده، ورحت موصل ما بين الاتنين دول بالشكل ده. طب ده واحد اختار المعادلة الأولى. طب ما تيجي نشوف المعادلة التانية دي ايه اللي هتقولك. ده نيجاتيف واي بي، لو جيت عند واي بي هنا بكام؟ بصفر، يبقى نيجاتيف صفر اللي هي الصفر. طب القيمة في النص بكام؟ كانت بزائد نص، فالنيجاتيف اداك نيجاتيف نص لتحت. فسواء اخدت دي او دي الاتنين هيطلعوا لك نفس الايه؟ نفس الحل. طب خليني اكمل بقى معاك الجزء. لو كان اللود ناحيه اليمين، يجي واحد يقول لي خلاص بقى احنا فهمنا الشير اللي عند واحد ده انا هحسبه من الشمال اسهل، يطلع على طول هو قيمه مين؟ الواي اي. قيمه الواي اي موجب لان ده شمال واي مطالع. فنيجي نمسك عند النقطه اللي في النص، الواي اي كان بكام؟ كان بنص، كان موجب، يبقى انا هروح جاي هنا كده طالع هنا نص لفوق بالشكل ده. طيب وقيمة الرياكشن اللي في الآخر اللي هو الواي اي كان طلع صفر، فده قيمة الشكل بتاع الشير فورس دياجرام. ده كده كان طالع بوزيتيف، ده كده كان طالع نيجاتيف. المنظر ده بيمثل لك ايه؟ ده الانفلونس لاين بتاع الشير عند السكشن نمرة واحد مع تغير مكان اللود. تمام، يبقى اللي احنا بنعمله او الدياجرامز اللي بنرسمها اللي اسمها انفلونس لاين دياجرام، هي عبارة عن دياجرام بيوصف فاريبل معين. لازم يكون الفاريبل هنا معين، ده رياكشن عند نقطة A B، مومنت شير عند سكشن معين، نتيجة تغير اللود أو الكونسنتريتد لود اللوكيشن بتاعه عمال يتغير. فلما تيجي تبص في أي دياجرام من دول، لو أنا جيت في الدياجرام ده قلت لك هي القيمة دي بتمثل لك إيه؟ دي بتمثل قيمة المومنت عند السكشن نمرة واحد لو كان الكونسنتريتد لود بتاعك موجود فين؟ عند النقطة دي. تمام؟ طيب كلام جميل. يبقى اللي احنا رسمناه ده انفلونس لاين بتاع سيمبل بيم. احنا لسه زي ما قلت لك من شويه، احنا كل شغلنا على بيمز، ولو البيم كبرت شويه هتبقى عباره عن شويه بيمز كلها راكبه ايه؟ راكبه على بعضها. فعشان كده اسهل حاجه ان احنا نفهم كويس قوي البيمز البسيطه زي سيمبل بيم وسيمبل بيم وسكانتريفر، بحيث اما نيجي نركب بعد كده هيبقى هم عباره عن شويه الاشكال دي راكبه بعضها. طب الجزئيه اللي انا عمال اتكلم معاك فيها في المعادلات دي كلها انت لازم تعملها؟ لا، انت بس عشان تبقى فاهم الموضوع. طب لو انا خلاص فهمت القصه دي واقدر اطبق الكلام ده على طول، مفيش مشكله خالص انك تقدر ايه؟ تقدر تعمل. طيب تعال نشوف حاجه تانية. انا اللي عايز اعمله دلوقتي بدل ما دي كانت سمبل بيم، تعال نشوف سمبل بيم وسكنتريفر ايه اللي احنا ممكن نعمله فيه، نشوف ايه اللي ممكن يكون هيبقى مختلف في مساله زي دي. دي مساله انا خليتها سمبل بيم وسكنتريفر شبه اللي فاتت بالظبط، دي بس حطيت ارقام وليكن ده 4 متر وده 4 متر وهنا كانتريفر 2 متر. عايزين نرسم نفس المطاريب اللي احنا عملناها بس المره دي على سمبل بيم وسكنتريفر. اول حاجه بس عشان تبقوا متخيلين الفرق، انت دلوقتي الكونسنتريت لود اريانت لود اللي احنا بنتكلم عليه ان هو هيبتدي يتحرك، ممكن يتحرك على الكنتريفر دي الاول وبعدين يتحرك جوه مين؟ جوه البيم بتاعتك. طيب تعال نشوف حاجه بقى.
احنا اول حاجة عايزين نعملها الـ influence line للـ reaction اللي اسمها ايه. فبص كده شكل الديتم بطول الكاميرا بتاعتك. دايما نبتدي بالنقط السهلة جدا. الـ influence lines كلها بالنسبة لنا هي عبارة عن خطوط مستقيمة، والباقي كله اي مكان اقدر اجيبه بتشابه مثلثات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تفتكر دلوقتي لو concentrate load كان موجود عند نقطة ايه، واحد هنا، يطلع الـ reaction بتاع ايه بكام؟ هيطلع بواحد. لسه قايلين الجملة دي من شوية. طب لو كان اللود بتاعك موجود عند نقطة بي، يبقى الرياكشن كله هيجي عند بي، يعني واي ايه يطلع بكام؟ يطلع بصفر. وبالتالي الديستريبيوشن ده انا اقدر اوصل كده، جبت خط مستقيم بيوصل ما بين هنا وهنا. طب الكانتريفر كمل بنفس الاستقامة بالشكل ده. طب عايز اجيب القيمة دي اعمل ايه؟ تشابه مثلثات. يعني ايه تشابه مثلثات؟ يعني دي كان طول 8 كله، زدت فيه واحد. طب ما مش كمان اتنين اللي هو ربع التمانية، يبقى الواحد ده يزيد كمان ربع، يبقى هتلاقي دي طلعت لك هنا واحد وربع بالشكل ده كده. يبقى ده كده هو عبارة عن التغير بتاع قيمة الرياكشن لو اللود جه في أي مكان. يعني ايه؟ يعني لو اللود بتاعك كان موجود على طرف الكنتريفر هيطلع واي ايه بكام؟ هيطلع الواي ايه بواحد، سوري بواحد وربع. لو كان موجود عند نقطة ايه هيديك قيمة واحد، لو كان موجود عند نقطة بي هيدي قيمة صفر. طب تعالى نشوف في مكان تاني خالص اللي هو الرياكشن عند نقطة مين؟ عند نقطة بي. طيب برضو نبتدي نشوف النقط السهلة اللي هي عند السبورتات. فدايما هبتدي اشوف ايه؟ والله ده لو اللود بتاعك كان عند نقطة ايه، يبقى الرياكشن هو واي ايه كله. طب واي بي يطلع بكام؟ هتقولي بصفر. يبقى دي كده طلعت هنا الرياكشن بتاع واي بي لو اللود هنا هيطلع صفر. طب لو اللود كان موجود عند نقطة بي، يبقى الرياكشن ده هيطلع كام؟ هيطلع واحد. رحت موصل بخط مستقيم بالشكل ده، ونفس الميل بتاعك هتكمل لتحت بالمنظر اللي قدامك ده كده. فده طلع واحد هنا اهو، ده كان بوزيتيف واحد. مشيت قد ايه؟ 8. طب انا مشيت ربع المسافة، يبقى القيمة دي برضو كام؟ ربع الواحد. بس الفرق الوحيد ان هنا هتلاقي الاشارة بقت ايه؟ بقت نيجاتيف. تاني كده هتلاقي الرسمة بتاعتك بقى شكلها عامل كده، ده الديتم وده مثلا بقى شكله بالمنظر ده كده، والاشارة بتاعت ده هنا طلع لك ايه بقى؟ طلع لك نيجاتيف. يعني لو كان اللود على طرف الكنتريفر هيطلع الواي بي ده بنيجاتيف 0.25. يبقى اللي احنا بنعمله دلوقتي ده انفرنس لاين للرياكشنز. اللي انا عايز اقوله ايه بقى؟ ان الانفرنس لاين ما هي الا خطوط مستقيمه ما بتتغيرش غير عند نقط السبورتات بتاعتك. يعني النقط السبورتات هي اللي بتحكم لك التغير بتاع الدياجرام ده. طب لو مكان ما كانش فيه سبورت، كان فيه حته كانتريفر، كمل بنفس الميل بتاعك، وبالتالي تقدر تجيب القيمه دي عن طريق مين؟ عن طريق تشابه المثلثات. طيب خلينا نجرب برضو. انا دلوقتي عايز ارسم الانفرنس لاين بتاع المومنت اللي عند السكشن نمره واحد، تمام؟ فتعالى برضو نطبق نفس الكلمتين بتوعنا. بص يا سيدي، لو اللود بتاعك اهو السكشن ده كان نمره واحد، ودي كانت المساله بتاعتك، وده كان الواي اي، وده كان الواي بي، وده كان السكشن نمرة واحد. تفتكر انت دلوقتي لو انا قلت لك بقى انا هشتغل الجزء الاولاني، خلاص انا دايما دلوقتي هدور على الجزء الاسهل. لو اللود بيتحرك في الحتة دي كلها، يعني دلوقتي انا بتكلم ان اللود بيتحرك من اول هنا لحد السكشن واحد، اسهل لك تاخد المومنت من ناحية الشمال ولا من ناحية اليمين؟ اكيد اسهل ان انا اخده من ناحية اليمين. فلو جيت بصيت هلاقي ده المومنت ده بيساوي الواي بي مضروبة في مين؟ في الطول ده اللي هو كان موجود عندنا في المسألة هنا برقم طلع بأربعة وليكن، يبقى ده هيطلع أربعة واي بي. خلاص خلصت كده. طب أنا أعمل إيه عشان أجيب قيمة المومنت دي؟ كل اللي هنعمله دلوقتي تعال نطبق الجزئية دي. أنت بتقول ده قيمة المومنت عند سكشن نمرة واحد، طول ما اللو كان بيتحرك من أول هنا لحد هنا هو أربعة واي بي. فبص هعمل إيه، مش ده الواي بي؟ اضرب القيمة بتاعتك، اضرب القيمة بتاعتك بتاعت الواي بي عند كل سكشن في الأربعة دي. فبص هروح جاي أعمل إيه، هقول القيمة دي بتاعتك دي كانت ناقص ربع، لما اضربها في اربعة تديك ناقص واحد. طب المومنت النيجاتيف بيبقى فين؟ بيبقى فوق. فقلت يبقى ده القيمة بتاعت المومنت ناقص واحد، او الواحد اللي هو موجود فوق نيجاتيف بالنسبة للمومنت يعني، تمام. طب نيجي عند النقطة دي، هي قيمة المومنت هنا كام؟ او قيمة واي بي بكام؟ بصفر. فلما اضربها في اربعة هيديك قد ايه؟ هيديك صفر. فجبت الحاجة بالشكل ده كده. طب ينفع اكمل بتشابه مثلثات؟ اه ينفع، يعني ينفع تكمل بالمنظر ده كده لحد ما تيجي هنا. طب القيمه دي عايز اعرف اجيبها، قدامك حل من اتنين، يا تشابه مثلثات. من تشابه مثلثات هلاقي ايه؟ هلاقي ان القيمه دي هنا مشيت مسافه اتنين وده كان واحد، طب ما امشي مسافه اربعه يبقى ده هيبقى اتنين، بس ده لقيته بوزيتيف لتحت. ده الحل الاولاني.
الحل التاني ان انا كنت ممكن اشوف الواي بي هنا في كام، ده صفر وده واحد يديك هنا نص، نضرب النص في الاربعة يديني اتنين بوزيتيف، يبقى دي السهم تحت حطيته بالشكل ده. يبقى دلوقتي انت خلصت من الجزئية دي. انا بدل ما اقول بقى ده انا هاخد الواي ايه وادخل الواحد في المسافة بتاعته، قلت لا انا هاخد الاسهل على طول. طب تعال نشوف الجزئية التانية، لو كان اللود بتاعك بيتحرك في الحتة اليمين السكشن بتاعي اللي هو هنا ده الواحد، يبقى هحسب على طول المومنت اسهل لك منين. هتقولي ده الواي اي اضربه في مين؟ في المسافة. يبقى المومنت عند السكشن ده هو عبارة عن الواي اي مضروبة في مين؟ في الأربعة. شايف الحتة دي؟ هطلع أبص على الواي اي. طب الواي اي كانت هنا القيمة بتاعتك برضو كام؟ كانت نص، مضروبة في أربعة تدي الاتنين. طب وفي الآخر كانت صفر، أضربها في أربعة تدي الصفر. يبقى اللي أنا رسمه قدامك ده هو عبارة عن الانفلنس لاين دياجرام الخاص بالمومنت عند سكشن واحد فور ذا شون سيمبل بيموس كانتليفر. تمام؟ طيب تعال نشوف اخر حاجه. لو انا قلت لك تعالى بقى نرسم الانفلنس لاين الخاص بالشير عند السكشن نمره واحد، نفس الكلمتين اللي كنا كاتبينهم هنا تعال نزودهم كده. اللوب بيتحرك ناحيه الشمال، اسهل لك ابص يمين، يطلع الشير بكام؟ ابص ناحيه اليمين، ده الواي بي طالع لفوق، ده يمين وطالع ده نيجاتيف، يبقى نيجاتيف واي بي. طب ما تيجي نطبق ده، اخد الواي بي واحطه باشارته النيجاتيف. الواي بي هنا كان كام؟ ناقص ربع، يبقى النيجاتيف بتاعه هيديك ربع لفوق بالشكل ده، يبقى دي القيمة بتاعتك ربع. تقدر تجيب اخر القيمة بتاعتك هنا، دي كانت كام؟ كانت زائد نص، يبقى لما اخد لها نيجاتيف هنا تديك كام؟ ناقص نص. والقيمة دي طبعا لازم تطلع صفر زي ما هي، وكده كده حتى لو عملتها بتشابه مثلثات هتطلع لك نفس المنظر اللي قدامك ده. تمام؟ لأن المسافة دي كانت اتنين والمسافة دي كانت أربعة، فدي تطلع نص القيمة دي. بعد كده هتيجي تقول لي طب لو اللود الناحية دي، هقول لك ده الشير لو حسبته من ناحية الشمال يبقى هو عبارة عن مين؟ عن الواي اي، عبارة عن قيمة مين؟ الواي اي بتاعتك دي. كويس؟ طيب لو انا جيت قيمة الواي اي هبص بعد كده على القيمة بتاعت مين؟ بتاعت الواي اي. قيمة الواي اي اللي موجودة هنا عند النقطة دي بالظبط كده كانت طالعة لك زائد نص، يبقى هي القيمة بتاعت الشير هنا كام؟ زائد النص بتاعك. طب وفي الاخر خالص كان بكام؟ كانت القيمة بتاعت الرياكشن ده بصفر، يبقى انا هرجع هنا لحد مين؟ لحد الصفر. يبقى اللي قدامي ده عبارة عن الشير الانفلنس لاين دياجرام الخاص بالشير عند السكشن نمرة واحد. يبقى احنا دلوقتي اللي اتكلمنا عليه شوية اشكال بسيطة، بس هي دي اللي هتحل لنا بعد كده كل المسائل. المسائل بتاعتنا كلها هتبقى عبارة عن كومباينيشنز ما بين شوية بيمز، هي عبارة عن سمبل و سمبل بيم وسكنتريفرز والحاجات دي كلها. تمام لحد كده؟ اللي يهمني دلوقتي بس ان الناس تكون فهمت يعني ايه انفلونس لاين دياجرام، يعني ايه انفلونس لاين للرياكشنز او لمومنت او لشير عند سكشن معين. تمام؟ طيب الحاجه الثانيه برضو اللي عايزين نقولها قبل ما نبتدي نخش في المسائل، لو عندي حاجه شبه كده انا جايب لك بيم بالمنظر اللي قدامك ده وعايزين نرسم عليها كل حاجه، وليكن ده نقطه A ودي B والترميه الثانيه دي اللي هي C، وبعدين نيجي بقى نقول لك مطاريب كتير قوي. عايزين مثلا ترمي الرياكشن اللي اسمه الواي اي، في مومنت هنا برضه اسمه ام اي، في رياكشن هنا اسمه ام بي. ممكن بعد كده نخش نبتدي سوري واي بي، ممكن نبتدي نطلب بقى مومنت عند اي سكشن في اي مكان. قبل ما ابتدي اشتغل لازم تسال نفسك سؤال، هي البيمز اللي قدامك دي تعالى اقسمها لشويه بيمز بسيطه، مين شايل مين؟ فلو جيت بصيت هلاقي دي فيكسد، تقدر اصلا دي لوحدها كده تقدر تكون ستيبل، وبالتالي الجزء ده انا اقدر اقول ان هو هيكون عباره عن فيكسد فري بالشكل ده. دي رولر فلازم نقلب دي هنج تبقى بالشكل اللي قدامك دي، يبقى دي سمبل بيم وسكنتريفر بالمنظر اللي قدامي ده. يعني معنى كده ان البيم دي متشال على مين؟ على الكنتريفر بيم اللي تحت ده. طيب ايه اهميه الكلمتين دول؟ تعال بقى نفكر في الموضوع ببساطه كده شويه. انا لو جيت قلت لك ده انا عايز ارسم الانفلنس لاين دياجرام، اهو انفلنس لاين دياجرام الخاص بالرياكشن اللي اسمه الواي اي، وبعدين عايزين نرسم الانفلنس لاين دايجرام الخاص بالرياكشن اللي اسمه واي بي، ونبتدي نبص كده على حاجه صغيره هنا. هتيجي تقول خلاص تعال نشوف واحده واحده كده. لو اللود بتاعك بيتحرك على الجزئيه دي ونحسب الرياكشن اللي هيكون اسمه اللي هو هنا بالنسبه لنا اللي هو هيبقى اسمه الواي مين؟ الواي اي. طيب واحده واحده، هو لو اللود كان موجود هنا يبقى الرياكشن واي اي ده هيطلع بكام؟ هيطلع بواحد. طيب في اخر المساله دي او في اخر الكنتريفر دي لو اللود كان موجود هنا، حل الكنتريفر دي لوحدها كده، ما هو ده اللي شايله، هي دي اصلا الجزء المين، فبرضه الواي اي ده هيطلع بكام؟ بواحد. يعني معنى كده انك بتقول الجزئيه دي كده كلها هيطلع الرياكشن عندها بكام؟ بتاع الواي اي بالبوزيتيف 1. طيب تعالى بعد كده بقى نخش هنا،
طيب انت اوريدي حسبت النقطة دي اللي هي كانت مشتركة ما بين الاتنين. طب لو اللود كان موجود عند نقطة مين؟ عند نقطة البي. بص كده، لو اللود موجود عند نقطة البي فالرياكشن عند نقطة بي هياخد كل القيمة. طب ونقطة ايه دي ايه اللي هيحصل تاني لو الرياكشن، خلينا نكتبها وبعدين نمسحها، لو حطيت واحد هنا يبقى الرياكشن ده هيطلع كام؟ واحد، يبقى ده هيطلع صفر. فالصفر ده هتيجي تعكسه هنا مش هيجيب واي خالص. فبالتالي لو انت برضه حطيت القيمة بتاعتك دي عند النقطة بتاعت بي هيديك رياكشن عند نقطة ايه بكام؟ بصفر. ونروح موصلين ما بين الواحد اللي هنا ده والصفر بالشكل ده. طب الحتة الأخرانية دي هل فيها أي تغير سبورت أو انترميت هنج أو حاجة؟ لأ، يبقى أنا أقدر أكملها بنفس الأسلوب وأجيب دي عن طريق تشابه المثلثات. فرحت جيت عملت ده، ده برضو كان قيمته بوزيتيف بالشكل ده بس فاريبل، وبعدين تجيب القيمة دي بالنيجاتيف على حسب المسافات. بعد كده نحط أي مسافات، لو ده 2 وده 4 وده 6 مثلا، حاجة بالشكل اللي قدامي ده، هنعمل فيها ايه؟ خلاص هقول ده دي المسافة 4 نزلنا لواحد. طب لو دي 2 يبقى هنزل دي كده النص بالشكل اللي قدامك ده. يبقى دلوقتي احنا ابتدينا نتكلم على كل جزء من الكاميرا بتاعتك. طب وليه كنا بنتكلم بقى في مين شايل ومين متشايل؟ تعال نشوفها في الحتة اللي جاية. عايزين نرسم المرة دي الانفرنس لاين للرياكشن اللي اسمه الواي مين بي واحدة واحدة. تفتكر طول ما اللود بتاعك كان بيتحرك في الجزئية دي، هل الجزء اللي فوق اللي هو فيه رياكشن اسمه واي بي حاسس بأي حاجة؟ لا. ليه؟ لأنه متشال. وبالتالي طول ما اللود بيتحرك هنا، يعني لو اللود موجود هنا هيطلع الرياكشن بتاع واي بي بكام؟ بصفر. طب لو اللود موجود عند النقطة دي برضه هيطلع الواي بي عندك بكام؟ بصفر. فبنقول الجزء ده كله ملوش أدنى تأثير على الواي بي، فطلع كل الرياكشن بتاع الواي بي في الحتة دي هيطلع صفر. تمام. طب لو اللود بتاعك موجود عند نقطة واي بي، لا ده دي الرياكشن بتاعك يطلع بواحد، فرحت موصل ما بين الاتنين دول بالشكل ده. طب الحتة التانية دي كملها على استقامتها بالمنظر ده، زي ما قلنا بتشابه مثلثات هلاقي دي لو دي 4 ودي 2 تبقى دي واحد وكام؟ ونص. يبقى اللي انا رسمه قدامك ده، ده عبارة عن الانفلنس لاين الخاص بالرياكشن اللي اسمه واي مين واي بي. تمام. بعد كده بقى خلاص لو فهمنا الكلمتين دول نقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه. بعد كده قلت لك ارسم لي الانفرنس لاين برضو، بس المره دي بتاعت المومنت عند اي نقطه. انفرنس لاين دايجرام بتاع مومنت عند سيكشن نمره واحد، وتعالى نحط سيكشن نمره واحد مثلا موجود هنا كده في النص بالظبط، وبعدين خلينا نجرب سيكشن تاني يبقى اسمه سيكشن نمره اتنين نحطه هنا، نشوف ايه اللي هيفرق ما بين دول. نمسك سكشن نمرة واحد عايزين نرسم المومنت هنا، فتبتدي تفكر تقول ايه؟ تعال نشوف دلوقتي الجزئية دي، الحتة دي كده طول ما اللود انت بتقول ده لا سكشن نمرة واحد موجود هنا، تاني ده سكشن نمرة واحد موجود في الجزئية دي. طيب طول ما اللود بتاعك بيتحرك في الحتة دي عايزين نحسب قيمة مين؟ عايزين نحسب قيمة المومنت اللي عند السكشن اللي اسمه نمرة واحد. عايزين نحسب قيمة المومنت اللي عند السكشن نمرة كام؟ نمرة واحد. طيب تعال نبص كده، طول ما اللود بيجي هنا قدامك حل من اتنين، يا تحسب من ناحية الشمال، ولو حسبته من ناحية الشمال هيبقى عندك اللود اللي اسمه واحد، الرياكشن اللي اسمه الواي اي، ومعاك المومنت كمان اللي هيبقى اسمه ام كام؟ اللي اسمه ام اي. دول كلهم يدخلوا معاك في الموضوع عشان تقدر تجيب من هنا قيمة المومنت اللي عند سكشن واحد. يجي واحد يقول لي طب وليه كل ده؟ ما تيجي نحسب من ناحية مين؟ اليمين. طب وانا لو جيت حسبت من ناحية اليمين ايه اللي هيظهر لك؟ هيظهر لك الرياكشن اللي اسمه عند نقطة بي. تمام. ولو كان في لود هيتعكس عند النقطة دي عشان يدخل معاك في الاعتبار، أو كأني بتكلم إن أنا هحسب هنا من اليمين، فما عندكش غير الواي بي بس، يبقى الواي بي في المسافة اللي هي 4 زائد نص الستة اللي هي 3 يبقى 7 أي بي. تعالى بقى نبص على حاجة كده، هو طول ما اللود بيتحرك هنا كده في الجزئية دي كلها كان القيمة بتاعت الرياكشن اللي موجود الناحية دي كان طالعة قد إيه؟ اللي هي الواي بي بالنسبة لك كانت طالعة صفر. بص تاني كده، قيمة الرياكشن طول ما اللود بيتحرك في الحته دي كان بكام؟ كان بصفر. وبالتالي المومنت، بص ادي السكشن اهو، المومنت هنا هيطلع بكام؟ هيطلع بزيرو. طيب لو كان اللود بتاعك ده بدل ما بيتحرك في الحته دي، لا ده بيتحرك هنا، قدامك حل من اتنين، بتحسب من اليمين ده نقطه سكشن واحد، هيظهر معاك الواي بي ويظهر معاك الواحد ده. واحد تاني يجي يقول لي طب ما انا ممكن احسب منين؟ من الشمال، يطلع الواي اي في المسافه ويطلع المومنت اللي اسمه الام مين؟ الام اي. تمام. يطلع الاثنين مع بعض. طيب لو احنا كنا بالمره قبل عشان برضو ما ارسم دي تبقى كل حاجه قدامك، لو عايزين نرسم الانفرنس لاين دياجرام للرياكشن اللي اسمه ام اي اهو، تعالى كده نرسمه حتى على جنب هنا. عايزين نرسم الانفرنس لاين دياجرام بتاع اهو
الام عند نقطة ايه، فنيجي نبص كده واحدة واحدة. لو اللوب بيتحرك هنا وعايز احسب الرياكشن ده، نبتدي واحدة واحدة. اول حاجة لما يكون اللود هنا نفسه يطلع ان قيمة المومنت بكام؟ بصفر. طيب لو كان قيمة اللود اتحطت في الاخر خالص هنا، يطلع المومنت بكام؟ هيبقى واحد في قد ايه؟ في المسافة دي اللي هي ست. فرحت جيت هنا قلت ده قيمة المومنت بالشكل ده كده. طيب ينفع اكمل ده على استقامته؟ لا. ليه؟ لان ده بيم تاني خالص. طيب زي نمسك واحدة واحدة. لو كانت القيمة بتاعة الرياكشن او اللود بتاعك موجود عند نقطة بي، يبقى المومنت هنا هتلاقيه طالع كام؟ هيطلع صفر. ليه؟ لان الرياكشن ده هيجي هنا قيمته عكسه، وبالتالي خلاص مفيش اي حاجة تجيب مومنت هناك. فهتلاقي ان الستة دي نزلت لك بالصفر بالشكل ده. اه هنا بقى مفيش اي تغير، يبقى انا ممكن اكمل ده على استقامته بالشكل ده. دي كانت اربعة ودي اتنين، يبقى انا هنزل هنا لمين؟ لتلاتة. حاجة بالمنظر اللي قدامك ده كده، الشكل بتاع الانفلونس لاين دياجرام الخاص بالام اي. تمام. القيم بتاعتك البوزيتيف ده، القيمة بتاعت المومنت بتاعتك هتطلع الرياكشن بتاعك دي للسهم الفوق. يعني انا ممكن بس عشان يبقى الاشارات القديمة بتاعتنا دي بدل ما هي بوزيتيف اخليها نيجاتيف، واللي تحت هو البوزيتيف عشان يبقى الدياجرام مظبوط بالشكل ده. انا كده راسم كل واحد باتجاهه. تمام. ده الانفلونس لاين بتاع الام اي. لو رجعت انا بقى للجزئية اللي كنت بكلمك فيها، عايزين نرسم المومنت على سكشن واحد. فيجي واحد يقول لي طب ما انا بدل ما اخش هنا الواي اي ومعايا الواحد، ما تيجي نمسك اليمين. هيبقى واي اي في مسافة 3. تمام. ده بوزيتيف. بعدين ماينس مين؟ الام اي. تمام. او زائد الام اي باشارته. يعني انا هفترض الام اي ان هو بوزيتيف، وبعدين طلع الدياجرام هنا مين؟ بالنيجاتيف. فجيت كده مثلا كاني بقول ده الام اي كان كده، وانت اوريدي رسمته خلاص طلع نيجاتيف طلع بوزيتيف زي ما يطلع. فكانك بتقول ده المومنت هيطلع الواي اي في المسافه بتاعتك اللي هي 3 زائد الام مين؟ الام اي. فهتيجي تجرب تقول ايه النقطه دي، والله الواي اي هنا كان بكام؟ كان بواحد. اما تضربه في 3 يديك زائد 3. طب وقيمه الام اي هنا كانت بكام؟ نص السته اللي هي 3. يبقى وبالنيجاتيف اهي، يبقى 1 في 3 ناقص 3 اللي هي الصفر اللي احنا جبناه هنا اهو. طب عايزين نحسب في الاخر خالص الواي اي كان بكام؟ بواحد. يبقى 1 في 3. طيب الام اي كان ناقص 6، يبقى 3 ناقص 6 يدينا ناقص 3. فهلاقي نفسي هنا جيت عند النقطة دي وناقص 3، المومنت بالنيجاتيف فوق اهي ناقص 3، ورحت موصل كده بالشكل ده. طب ينفع نكمل بخط مستقيم ونجيب تشابه مثلثات؟ لا، لان دي بيم تاني. فنبتدي نشوف. طب نمسك عند نقطة بي، لو اللوب بقى بيتحرك الناحية دي خلاص، كل ما اللوب بيتحرك هنا ناحية اليمين بتاعت السكشن كلها، انا ينفع اكمل نفس المعادلة دي. فاللود بيتحرك هنا في اي مكان، نمسك النقطة دي اهي، كان قيمة الرياكشن كام؟ صفر. يبقى صفر في 3. طب كان قيمة المومنت عند النقطة دي برضو بكام؟ بصفر. يبقى انا هنا اروح نازل المومنت ده كله ينزل لصفر بالشكل ده. بعد كده بقى بتشوف مثلثات اقدر اجيب ده، يعني ده 3 نص المسافة هنا يديك هنا 1.5، والمومنت اللي بيبقى فوق ده بيبقى عبارة عن النيجاتيف، واللي تحت ده بيبقى عبارة عن مين؟ بوزيتيف. يبقى اللي انا رسمه ده عبارة عن انفلونس لاين دياجرام بتاع السكشن اللي اسمه ام مين؟ سكشن اللي اسمه ام واحد. تمام. طيب تعال نشوف اخر حاجه في الجزئيه دي. لو انا كنت بتكلم بقى في سكشن نمره كام؟ نمره 2. ادي هنا كده ده الانفلونس لاين دياجرام بتاع المومنت على السكشن نمره 2. نيجي عند السكشن، لو اللوب بيتحرك قبل، لو اللوب بيتحرك بعد. طب لو اللوب بيتحرك اول حاجه قبل السكشن اللي هو ده، يعني ممكن يكون في اي مكان ناحيه الشمال. خلاص انا بحل دلوقتي بقى عند سكشن نمره كام؟ نمره 2. طول ما بيتحرك هنا، ده دي مقسومه جزئين. طيب نركز بقى في حاجه، لو اللوب بيتحرك عند الكانتريفر دي، هل الحته المتشاله دي متاثره باي حاجه؟ لا خالص. لو اللوب بيتحرك هنا عند الجزء المين، هل المتشال ده عليه لود عليه رياكشنز؟ لا. طب نقول اول جزء هنا ده، هتلاقي ان القيمه كلها طالعه لك بصفر. طيب تعال نشوف الجزء برده اللي على شمال السكشن بس جوه السكندر بيمز او المتشاله دي. ده لو اللود كان موجود في الحته دي، يا اما تجيب الرياكشن اللي هيبقى موجود واي اي وام اي والواحد كل دول يدخلوا معاك، او الاسهل واحد هيقول لي ما تيجي نحسب منين؟ من اليمين يطلع الواي بي في المسافه دي اللي هي نص الاربعه لاتنين. يعني تطلع المومنت على السكشن نمره 2 2 واي بي. فين؟ في الحته دي. طب فين الواي بي؟ هنا اهو، ده هنا كان صفر وكانت القيمه دي بنص. فنبتدي واحده واحده، هنا 2 واي بي تديني الصفر اللي هنا. طب عايز اجيب القيمه اللي هي في نص السكشن، هنقول لك خلاص اضرب الاثنين في قيمة الواي بي بتاعتك دي، الاثنين في قيمة الواي بي، يعني ده الصفر بتاعك واثنين في الواي بي
اللي هي كانت طالعه لنا بنص يبقى هيديك كام؟ واحد. طب الاشاره بتاعتك دي طالعه بوزيتيف، يبقى قيمه المومنت بتاعك اللي هيبقى موجود هنا هتلاقيه نزل لك تحت هنا 2 في نص اللي هو بواحد بالشكل ده، ورحت موصل بخط مستقيم كده. انا خلصت الجزء اللي على شمال سيكشن نمرة 2 كله. طيب لو كان اللود بيتحرك ناحية اليمين في الحتة دي كده، دلوقتي بقى ممكن ابص ناحية الشمال. طيب بص كده الواي ايه في المسافة دي كلها، يبقى انا دلوقتي خلاص دي خلصت. لو اللود بيتحرك ناحية اليمين هنا ممكن اقول الواي ايه في المسافة دي، يبقى 6 في الواي ايه، وبعدين كمان معايا مين؟ الام ايه، يبقى زائد الام ايه، وكل واحد منهم مين؟ بإشارته. طب تعالى نتشك، نمسك النقطة اللي عند نقطة 2 اللي هو السكشن ده، قيمة الواي ايه عندها كان بكام؟ والله ده كان بزائد نص، يبقى زائد نص في 6 تدي 3، تدي 3. طب والرياكشن اللي كان موجود بتاع المومنت اللي موجود هنا ده كانت القيمة بتاعته قد ايه؟ القيمة بتاعت المومنت دي من الرسمة اللي هي 3، هي بس حاجة صغيرة هنا في المعادلة دي، المسافة من واي ايه لحد النقطة دي 6 زائد 2، فدي مش 6، دي سوري دي 8. يبقى 8 في النص تدي كام؟ 4. ماينس 3 هتدي الواحد اللي احنا واقفين عليه ده، تمام. يبقى ادي الواحد اهي في البوزيتيف بتاعك. طب تعالى نجيب نقطة بي بقى، الواي ايه عند النقطة دي بكام؟ بصفر، يبقى 8 بصفر. طب المومنت هنا بكام؟ بصفر، يبقى انا كده كل دي هتطلع لك بصفر بالشكل ده. طب الحتة الأخرانية دي كانت ريفر، اقدر اجيب تشابه مثلثات عادي خالص. لو دي كانت القيمة دي كانت 2 ودي 2، يبقى انا برضو هنا هطلع لكام؟ لنفس الواحد اللي موجود قدامك. يبقى ده عبارة عن البندنج مومنت اللي عند السكشن نمرة 2 الانفلونس لاين دايجرام بتاعه. اللي احنا عملناه ده خلاص يعني هو غالبا غطى لك كل الموضوع بالنسبه لك، احنا بس كلنا هنعمله هي مساله شبه دي او مساله اكبر شويه، كانوا كمرتين متصلين ببعض او 3، الكلام ده كله. المطاريب هي عباره عن كده، يمكن بس اخر حته هنقولها في الاخر خالص، هو لو انا بقى جيت قلت لك اللود ده ما كانش 1، اللود ده كان 10، هنعمل ايه؟ هنضرب القيم دي في 10. لو اللود كان ديستريبيوتد لود وعايز اجيب الريسبونس بتاعته هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل فيها، بس الموضوع كله هيبقى عباره عن انت حليت، استخدم الحل اللي انت جبته ده انك تطلع لي ناتج جديد، تمام. تعالى بقى نشوف مثالين كده سريعا على الكلام اللي احنا بنقوله ده. دي اول بين عايزين نرسم انفرنس لاين دياجرام على شويه مطاريب بتظهر قدامنا. الكاميرا الموجودة قدامك دي فيكسد عند النقطة دي انترميت هينج، بعدين مسافة كاملة انترميت هينج، رولر رولر بالشكل ده. كل اللي احنا عايزينه منك ان احنا نرسم انفرنس لاين دياجرام لكل الرياكشنز واي اي والام اي عند الفيكسيشن، واي بي والواي سي. بعد كده ما حددنا لك سكاشن، مثلا نقول لك هات لنا البندنج مومنت دياجرام الانفرنس لاين للمومنت عند سكشن بي للمومنت عند سكشن سي، او المومنت عند نقطة جي مثلا، او الشير فورس عند نقطة بي. شوية مطاريب كتير قوي كده كلنا خلاص كلها شبه بعضها، خلاص فهمنا الفكرة. وبعد كده هنبقى نيجي نشوف هو بقى لو حطينا قيم معينة للود سواء كانت concentrated او distributed هنعمل ايه. طيب تعال نبتدي نشوف المسألة بتاعتنا زي ما اتفقنا. اول حاجة هنفكر فيها هنشوف هو مين اللي شايل ومين اللي متشايل. فلو جيت بصيت على المسألة هلاقي ان الجزء ده كان كنتريفر، الجزء ده كان سيمبل بيم وستو كانتريفرز، الاثنين دول ستيبل لوحدهم، والجزء اللي في النص ده هو اللي هيبقى متشال ايه عليهم. طيب نبتدي واحده واحده. اول حاجه عايزين نرسم الانفلونس لاين دياجرام بتاع الرياكشن اللي اسمه الواي اي زي ما اتفقنا. نشوف لو اللود بيتحرك على الكانتريفر دي الرياكشن ده كله هيطلع كام؟ 1، فخلاص يبقى ده هيطلع 1 بالشكل ده. نبتدي نطلع فوق هنا. طيب النقطة دي خلاص احنا عرفناها. طب لو اللود كان موجود عند النقطة دي هيطلع الرياكشن ده هو اللي بواحد وهنا بصفر، وبالتبعية يبقى مفيش حاجة هتيجي هنا، يبقى الواي ايه اوتوماتيك هيطلع صفر هنا. طب طول ما اللود بيتحرك على الجزء التاني ده، ده جزء اصلا ستيبل لوحده، هل ده ليه اي تأثير؟ لا، فبالتالي الرياكشن اسمه واي ايه في كامل المنطقة دي هيطلع صفر. طيب عايزين نجيب الالاستيك او الانفلونس لاين بتاع الرياكشن اللي اسمه الواي بي اللي هو عند النقطة دي، برضه نبتدي نشوف واحدة واحدة. طول ما اللود كان بيتحرك على الجزء الكانتريفر ده، ده جزء ستيبل وشايل نفسه ملوش أدنى تأثير الناحية التانية، يبقى الرياكشن بتاع الواي بي هنا هيطلع صفر. خلاص يبقى أنا عرفت النقطة دي. تعالى نشوف النقطة التانية دي. لو أنا حطيت اللود بتاعك هنا، وقلنا إن كمان ممكن من السهولة بتاعتك أو النقط الأسهل بالنسبة لك تروح رايح على الباكية التانية دي كده على طول، إيه اللي أنا محتاج أعمله؟ أقول ده لو اللود بتاعك كان عند نقطة بي هيطلع الرياكشن عندها بواحد. طب ولو كان اللود موجود عند نقطة سي
هيطلع الرياكشن اللي عند بي بصفر، ورحت موصل الاتنين دول بخط مستقيم بالشكل ده. طب الحتة دي كانت ريفر والحتة دي كانت ريفر، كمل الاتنين على استقامتهم. فكملت دي على استقامتها، دي واحد على الستة ده السلوب، اما امشي الاتنين تلت المسافة يديني هنا تلت. نفس الطريقة مشيت اتنين زود كمان تلت، يبقى دي اربعة على تلاتة. دي كده كلها جت، وكنت عارف ان دي صفر، ووصلت بخط مستقيم بالشكل اللي قدامك ده. يبقى ده كان الانفرنس لاين دياجرام بتاع الواي بي. طب عايزين نجيب الانفرنس لاين دياجرام بتاع الواي سي، نبتدي نعمل ايه؟ نفس اللي قلناه، طول ما اللوب بيتحرك على الجزء ده، ده كان ستيبل وديترمننت وشايل نفسه وكل حاجه، يبقى ده هنا هيطلع صفر. طب عايزين نجيب الجزئيه دي، والله ده لو اللود موجود عند نقطه سي نفسها يبقى الواي سي هيطلع بواحد. طب لو موجود عند نقطه بي يبقى الواي بي هيطلع بصفر. وصلت الاثنين بخط مستقيم، ده كان تريفر، كمل بنفس الاسلوب يدينا 4 على 3. كان تريفر اللي هنا كمل بنفس الاسلوب يديك الواحد على 3 لتحت. طب لو كان اللود بتاعك موجود عند النقطة دي، احنا قلنا كل المنطقة دي بصفر، يبقى انا كان عندي البداية بصفر والنهاية بالتلت بالسالب، رحت موصل ما بينهم بالشكل ده. تمام. طيب عايزين نجيب بعد كده انفلنس لاين لاخر رياكشن اللي هو المومنت اللي عند نقطة A. تمام، واحدة واحدة. لو اللود بتاعك بيتحرك في الجزئية اللي تحت دي لوحدها الكانتريفر ده، والله عند النقطة الأولانية هيطلع إن الرياكشن هو الواي إيه ومفيش مومنت، يبقى بدايته هنا هتطلع صفر. طب لو كان اللود في الآخر خالص يطلع المومنت بكام؟ هيبقى واحد في اتنين. تمام، رحت أهو أدي صفر وأدي واحد في اتنين بالشكل اللي موجود قدامك ده، وكان فوق فده إشارته كانت هتطلع بالنسبة لك نيجاتيف، حطيت إن المومنت بتاع الرياكشن مثلا ده طالع نيجاتيف لأن أنا كنت فرضه بالشكل اللي قدامي ده. تمام. طيب نبتدي نشوف بعد كده لو كان موجود على الجزئية التانية. طيب اللود طول ما هو بيتحرك هنا احنا جبنا النقطة دي، طب لو اللود كان موجود عند النقطة التانية اللي موجودة هنا دي اللي هي على نهاية انترميت هينج، او كنت ممكن اجيبها من الناحية التانية. طيب تعال نشوف الاسهل، دايما نفكر في الاسهل بالنسبة لك. لو مسكت الجزء ده، هل طول ما اللود بيتحرك هنا في مومنت هيطلع عند الفيكسيشن؟ الإجابة لا، لأن ده اوريدي ديتيرمنت وشايل نفسه، يبقى شايف من أول هنا لحد الآخر هيطلع إن القيمة دي بكام؟ بصفر. فأدي الجزئية اللي بنتكلم عليها كلها اللي هي دي، مش هيكون في أي تأثير للمومنت اللي موجود عند نقطة A تو كانتريفر اللي هي دي ودي وادي الباكية دي. يبقى أنا كمان عرفت إن لو جينا هنا اللود موجود عند النقطة دي مش هيأثر خالص على المومنت اللي هنا، فده بصفر، والقيمة اللي هنا كنا جايبينها باتنين رحت موصل الاتنين بالصفر بالشكل ده. كده احنا كل اللي عملناه ان انا جبت الانفرنس لاينز للرياكشنز كلها. طب تعالى بقى نشوف هو كان عايز مننا ايه. اول حاجه بيقول لك هات الانفرنس لاين للبندنج مومنت اللي موجود عند نقطه A او موجود عند نقطه B اللي هي النقطه دي، المومنت اللي عند نقطه B. فنبتدي نشوف واحده واحده، نمسك جزئيه جزئيه. طول ما اللود كان بيتحرك على الجزء بتاع الكانتريفر ده، النقطه دي مش هتشوف اي تاثير، وبالتالي المومنت عند نقطه B لو اللود بيتحرك في الكانتريفر دي هيطلع صفر، يبقى انا هلاقي دي كلها بصفر. طيب بعد كده لو عايزين نجيب المومنت هنا، وجيت شفت الجزئية اللي هنا، والله دلوقتي اللود طول ما هو بيتحرك ناحية الشمال، وده اللي اتناقشنا فيه من شوية، ده السكشن بتاعي. فطول ما اللود بيتحرك ناحية الشمال انا ممكن احسب من اليمين اسهل، يطلع الواي سي في 6. طول ما اللود بيتحرك ناحية الشمال يبقى هو هيطلع، هحسب من اليمين يطلع 6 واي سي. طب انا اروح جاي باصص كده، هي فين الواي سي؟ انا كنت جايبها هنا اهو. يبقى انا لو عايز اجيب المومنت اللي عند نقطة بي، اضرب القيم دي كلها في 6، ده صفر في 6 يدي صفر، ده بالتلت في 6 هيدي 2. فرحت جيت حطيت القيمة بتاعتك دي طلع نيجاتيف، فالنيجاتيف بتاعي لفوق يبقى المومنت هنا 2 لفوق. القيمة بتاعتك كانت في الآخر خالص أهي، طول ما اللود بيتحرك هنا برضو نفس الكلام، 6 في الواي سي يبقى 6 في الصفر اداني الصفر. طيب طول ما اللود بيتحرك الناحية دي على يمين نقطة بي كان موجود هنا، ممكن ابص من ناحيه الشمال. طب هو كان موجود في اي تاثير هيجيلك الناحيه دي ناحيه الشمال؟ لا، لان الواي اي والام اي لو جينا نشوف الجزئيه دي هتلاقيهم طالعين بصفار، ادي الواي اي ودي الام اي، فالاثنين دول بصفار، وبالتالي هتلاقي ان المومنت اللي عند نقطه بي طول ما احنا بنتحرك في الجزئيه دي هيطلع بكام؟ بصفر، لانك لو جيت تحسبه من هنا كان تريفر معلهاش اي لود يطلع المومنت عليها بصفر. طيب بعد كده عايزين نحسب الانفلنس لاين للمومنت اللي عند السكشن سي اللي هو النقطة دي، برضو نفس الكلام، هنروح جايين نقول طول ما اللوب بيتحرك ناحية الشمال وطول ما اللوب بيتحرك ناحية اليمين، ونبتدي نحسبهم واحدة واحدة. يبقى أنا دلوقتي عايز أحسب المومنت اللي عند النقطة دي. طب نبص واحدة واحدة، طول ما اللوب بيتحرك هنا أنا هحسب من اليمين، في حاجة يمين؟
لا ده كانت ريفر، وبالتالي كل الجزء اللي على الشمال ده هيطلع المومنت عليه بصفر. طب لو كان اللوب بيتحرك في الحتة دي بقى ممكن نحسب منين؟ من ناحية الشمال. لو انا من ناحية الشمال مش شايف غير الواي بي هيطلع في المسافة بتاعتك اللي هي 6، اروح جايب الواي بي بتاعتي كانت كام؟ تلت في 6 يديني الاتنين نيجاتيف، وطلعت لفوق بالشكل ده. يبقى ده الانفلونس لاين بتاع المومنت اللي عند نقطة مين؟ السي. طب جينا دلوقتي بقى بنقول لك عايزين نحسب الانفلونس لاين للمومنت اللي عند نقطة جي. فين نقطة جي دي في المسألة؟ دي كانت النص بتاع البيم المتشالة اللي هي دي، نقطة جي موجودة في النص بالظبط، فعايزين نجيب لها البيندنج مومنت الانفلونس لاين بتاعها النقطة دي. فتعالى نشوف الجزئية بتاعتنا زي ما اتفقنا قبل كده. أول حاجة، طول ما احنا بنحرك اللود بتاعنا في الجزء بتاع الكانتريفر دي، هل الجزئية المتشالة حاسة بأي حاجة؟ أكيد لأ. فبالتالي هنا المومنت عند نقطة جي أو عند سكشن جي نتيجة اللود بيتحرك عن كانتريفر هتلاقيه طالع لك صفر هنا أهو، تمام؟ طيب تعالى بعد كده نشوف. بعد كده اللود نفسه دي نقطة جي، فاللود بتاعك بيتحرك الناحية دي، اللود لسه بيتحرك في الجزئية دي. طيب ممكن نعمل ايه؟ ده انا ممكن اقول ده انا هحسبه من اليمين اسهل. طب هيطلع ايه؟ هيطلع الواي بي في مسافة والواي سي في مسافة. فابسط حاجة لو انا بحسب هنا عند النقطة دي هيطلع 4 واي بي زائد المسافة دي 10 واي سي. اروح جاي باصص بقى يا سيدي، ادي معاك الواي بي انت رسمه هنا، ومعاك الواي سي انت رسمه هنا. انا جبت اوريدي النقطة دي، عايز اجيب بقى النقطة اللي في الاخر خالص. اروح جاي ضارب الواي بي بتاعتك في المسافة اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي 4، يبقى هضرب المسافة دي كده في 4 طلعت بوستيف، وبعدين اضرب الواي سي بتاعتك اللي هي كانت موجودة هنا اللي هي التلت في 6، واطرح الاتنين دول من بعض يديك القيمة بتاعت المومنت اللي انت عايزها عند السكشن بتاعك. يبقى تاني اللي انا بتكلم فيه، انا عايز احسب المومنت عند النقطة دي لو اللوب بيتحرك في الحتة دي، فقلت انا هحسب منين؟ من اليمين. طلع لك واي بي في المسافة 4، واي سي في المسافة 10، هنزل عند نفس السكشن ده اخد الواي بي لقيتها طالعه 2 على 3، ضربتها في 4 يبقى 8 على 3، واروح جاي هنا الواي سي كانت بناقص نص التلت اللي هي تعتبر 6، مضروبه في مسافه 10، اطرح الاتنين من بعض اليوم طلعت نيجاتيف 1، فجبت القيمه بتاعت او سوري احنا هنا شغالين في الام جي طلعت بوزيتيف 1 بالشكل ده. لو طبقنا نفس القيمه بقى لو انا بتحرك ناحيه اليمين انا ممكن اجيبها منين؟ من ناحيه الشمال، تمام؟ يعني طول ما اللوب بيتحرك يمين السكشن ممكن احسب الكلام ده من ناحية مين؟ من ناحية الشمال. هلاقي طلع الواي اي في المسافة دي اللي هي كلها 6، وهنا الام اي، يبقى واي اي في 6 ومين والام اي. طب الواي اي دي طلع اصلا بكام؟ بصفر. يبقى انا اتبقى لك خالص الام اي، انزل عند السكشن ده واشوف قيمة الام اي بتاعتك لقيتها طالعة بصفر، يبقى انا رحت موصل القيمة دي توتال صفر، طلع لك ده شكل الام مين؟ الام جي. طيب لو اللود نزل اتحرك في الجزئية دي، ده جزء مين، جزء شايل، طول ما اللود بيتحرك هنا هل ده هيتأثر؟ لأ. وبالتالي هتلاقي ان الام جي عندك في كل الحتة دي طالعة بكام؟ طالعة بصفر. طب لو جينا في اخر حاجة، جينا قلنا لك هات لنا الشير اللي موجود عند نقطة جي، جيت عند النقطة دي وعايزين المرة دي نرسم مين؟ الشير. طول ما اللود بتاعك بيتحرك ناحية الشمال ممكن احسب من اليمين. طب لو انا بتكلم دلوقتي الجزء ده زي ما قلنا دي كانت ريفر، جزء مين طول ما اللود عليها ما بيأثرش على المتشال، يبقى الاقي ان الجزء ده في الشير طلع صفر. طيب لو اللود بيتحرك في الحتة دي ممكن احسب من اليمين، عندي واي بي واي سي بس بالنيجاتيف عشان انا من اليمين، يبقى نيجاتيف واي بي زائد ونيجاتيف واي سي مجموعهم بس مضروبين في النيجاتيف. واجي عند النقطة دي الواي بي اصلا كان بكام؟ ب2 على 3. طب الواي سي بناقص 1 على 6، هجمعهم واضربهم في اشاره نيجاتيف هلاقي يطلع لك قيمه الشير بتاعتك بناقص نص لتحت كده، فجيت حطيت النص ده لتحت. طيب طول ما اللوب بتاعي كان بيتحرك هنا بقى ناحيه اليمين في الحته دي هقول ده انا ممكن احسب من الشمال، الشير نفسه هو مين؟ هو الواي اي. فهاجي عند النقطه دي الواي اي هنا بكام؟ بزائد نص، رحت طلعت هنا زائد نص. طب لو جيت عند النقطه الاخرانيه هلاقي ان الواي اي نفسه طلع بكام؟ بصفر بالشكل ده، تمام؟ يبقى ده شكل الشير او الانفلونس لاين الخاص بالشير عند نقطه جي. طب الجزئيه دي كلها طول ما اللود كان بيتحرك هنا هل هيبقى في شير موجود عند الجزء المتشال؟ لا، فهتلاقيه كله بكام؟ بصفر بالمنظر اللي قدامك ده، تمام؟ طيب تعال نزود حاجه كمان. لو انا جيت قلت لك انا عايز الشير اللي عند نقطه بي، بس بقى مش كمان شير عند نقطه بي او عند اي نقطه زي ما بنتكلم، لا انا ممكن اقول لك عند نقطه بي من اليمين. يعني
يعني عند نقطة بي دي المفروض ان احنا عندنا سكشنين، في سكشن ناحية يمينها بالظبط وفي سكشن شمال. انا عايزك تحسب لي السكشن اللي فين اللي ناحية اليمين. عايزين نحسب الشير اللي عند السكشن اللي ناحية اليمين عند نقطة بي، ونبتدي نفكر في نفس الكلام اللي قلناه. عايز احسب الشير هنا عند نقطة بي من اليمين. طيب الجزء بتاع اللود لما يتحرك على الكنتريفر هيدي ريسبونس هنا؟ لا، فهلاقي ان الجزئية الأولانية عندك هنا بكام؟ بصفر. طيب الحاجة التانية، والله اللود بتاعي دلوقتي طول ما هو كان بيتحرك في الجزء هنا اهو، طول ما هو بيتحرك شمال انا ممكن احسبه منين؟ من اليمين. فمش هيطلع لك هنا يمين غير مين؟ غير الواي سي. يبقى انا عندي الشير هنا هيطلع واي سي لفوق، يعني نيجاتيف واي سي. فممكن كل اللي اعمله اقول ده الشير في الحتة دي كده كلها هيطلع نيجاتيف واي سي، فاروح جايب فين الواي سي اهو، اضربه في اشارة نيجاتيف، يبقى شايف دي هتبقى صفر، ودي بدل ما هي كانت تلت لتحت تبقى تلت لفين؟ لفوق بالشكل ده. يبقى الحتة دي كده كلها كانت نيجاتيف مين؟ الواي سي، لحد ما اوصل عند نقطة بي. يعني شوف حتى الحتة دي صفر هتوصل هنا برضو لمين؟ للصفر. شايف الحتة دي كده كلها؟ دي كانت عبارة عن الشير، المكان اللي هو بيتحرك ناحية الشمال قلت ده انا هاخد نيجاتيف مين؟ الواي سي. دلوقتي اللود بقى بيتحرك ناحية مين؟ ناحية اليمين، وانا عايز احسب الشير اللي عند نقطة بي برضو من اليمين. تمام، نركز في دي بقى. انا عايز احسب الشير عند نقطة بي من ناحية اليمين. طيب ايه اللي جد؟ هيبقى معايا حاجتين، معايا هنا واي سي لفوق ومعايا الواحد اللي تحت. الواي سي دي هتطلع بالنيجاتيف والواحد هو اللي موجب، يبقى واحد ناقص واي سي، يبقى الحته دي كلها واحد ناقص واي سي. طب ما انا معايا الواي سي اهو، ابتدي اطبق النقطه نقطه. النقطه دي واحد ناقص الواي سي اللي هو بصفر، يبقى واحد ناقص صفر يدي واحد. بص كده جيت عند النقطه دي طلعت الواحد على طول، يعني كنت صفر وطلعت الكام؟ لواحد. طيب هنا الواي سي كانت بواحد، يبقى واحد ناقص واحد يدي مين؟ الصفر. رحت موصل من بينهم السلوب، جبت ده التلت او نفس اللي قلناه، واحد ناقص الواي سي اللي هو كان 4/3 تديني ناقص تلت اللي هو بالشكل ده. يبقى ده المنظر اللي انا كنت عايز ارسم فيه الانفرنس لاين دياجرام للشير اللي عند نقطة بي بس عند السكشن فروم رايت، ودي انا اللي بحددها في المسألة. يعني احنا لا نيجي نقول لك عند النقطة الفلانية من اليمين او من الشمال. تمام، يبقى دي الفرق ما بين ان انا اجي عند سكشن عادي خالص او اقول لك من يمينه او شماله. انا بقى المره دي بحدد لك يطلع شكله عامل ازاي هتحسبه. طب تعالى نجرب دي كمان، عايزين نحسب الشير اللي عند نقطه بي بقى بس منين؟ من الشمال. يعني المطلوب التاني دلوقتي عايزين نرسم عند نقطه بي منين؟ من الشمال. نفس الكلام، طول ما اللود بتاعك كان بيتحرك اولا في الجزئيه دي هتيجي تقول لي ده هنا مش هيأثر في اي حاجه عند نقطه بي، يبقى ده هتطلع صفر. او عموما ممكن اجي عند السكشن ده لو بصيت ناحيه الشمال هيبقى عندك كشير ايه؟ هو عبارة عن الواي ايه؟ يعني كشير اللود بيتحرك ناحية الشمال هيبقى عبارة عن الواي ايه لفوق ناقص مين؟ الواحد. طب ما انا ممكن اعمل كده، تعال نقول الواي ايه ناقص الواحد. بص كده معايا ادي الواي ايه اهو، واي ايه بواحد ناقص واحد يدي كام؟ صفر. طب هنا واي ايه بواحد ناقص واحد يدي صفر، يبقى كل الحتة دي بصفر، ودي الكنتريفر اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شوية. طب تعال نكمل، لو مسكت النقطة الأخرانية واي ايه بكام؟ كانت طالعة لك بصفر ناقص واحد، يبقى تديني نيجاتيف واحد، فنزلت هنا لحد نيجاتيف واحد بالشكل ده. طيب تعال نكمل، الواي ايه بتاعتك كانت هنا بكام؟ بصفر ناقص واحد هتديني ناقص واحد، ففضلت هنا ناقص واحد. انا كده خلصت الجزئية دي. طيب تعال نكمل بقى، لو اللود كان بيتحرك في الحتة دي وانا عايز احسب من الشمال برضه ستيل ما عنديش غير الواي ايه، مفيش بقى واحد، الواحد اتنقل هناك واي ايه. طب الواي ايه هنا اصلا بكام؟ بصفر، يبقى كل الحتة دي طالعة لك بكام؟ بصفر. يبقى احنا كل اللي شفناه ده عبارة عن امثلة كتير جدا لأي حاجة ممكن نطلبها انك ترسم لنا الانفرنس لاين دياجرام. تمام، نيجي بقى لاخر حاجة. لو انا جيت في حاجة زي كده وجيت قلت لك بص بقى اللود بتاعك ده ما كانش عبارة عن يونت، انا بقى عايز اشوف الريسبونس بتاعتك لو كان اللود بتاعي ده مثلا ب10 طن. وما بنيجي نطلب الريسبونس انا ببقى عايز قيمة، فممكن اقول لك ايه، هات لي الماكسيمم مثلا رياكشن اللي اسمه الواي اي لو كان عليه concentrated load قيمته 10 كيلونيوت. هتعمل ايه؟ فين اكبر قيمة هنا؟ كانت اكبر قيمة موجودة قيمتها واحد ايام ما كان اللود واحد، يبقى لو اللود بقى 10 هيبقى اكبر رياكشن كام؟ هيبقى 10. بس هي دي الاجابة. طب لو جيت قلت لك لو كان concentrated load قيمته 10، عايز اعرف اكبر قيمة للرياكشن اللي اسمه الواي بي، اروح جاي باصص على الرياكشن اللي اسمه واي بي، هو فين اكبر قيمة ليه؟ هل واحد ولا ممكن يبقى اكتر من واحد كمان؟ لا ده ممكن يبقى 4/3، يبقى أكبر قيمة للرياكشن كانت 4/3. طب لو اللود ده بدل ما كان واحد بقى 10، يبقى هضرب الـ 4/3 في كام؟ في 10، وهكذا. ممكن بدل ما أقول لك هات ماكسيمم هات مينيمم.
وبالتالي اول نقطه لو احنا بنتكلم على concentrated load الموضوع كله بقى نسبه وتناسب. انا دلوقتي هاجي اقول لك ان اللود اللي موجود عندي ده بدل ما كانت قيمته واحد اللي احنا شغالين عليه هيبقى قيمته 100، اضرب كل الارقام دي في 100. يبقى اول كيس احنا ممكن نقابلها ان انا اقول لك هات لي ماكسيمم او حتى مينيمم بشاره بوزيتيف او نيجاتيف نتيجه concentrated load، ودي زي ما قلنا الموضوع كله ريلاتيف، هنجيبه من الدياجرام نضرب في الكونستانت وخلصنا. نيجي بقى للحاجه الثانيه، ان ممكن اجيب ماكسيمم ومينيمم بس المره دي لمين؟ لديستريبيوتد لود من الانفرنس لاين اللي انا رسمه. يعني انا مش هرسم حاجه جديده، انا اوريدي اللي رسمته اللي عايز اطلع منه ماكسيمم ومينيمم لمين؟ لديستريبيوتد لود. الفكره كلها في ايه؟ هو احنا لما جينا حلينا ده، مش ده كان الانفرنس لاين دياجرام لاي فاريبل نتيجه لود قيمته واحد وكان كونسنتريتد؟ لو كان ده ديستريبيوتد قيمته الدبليو، صح كده؟ يبقى الانفرنس لاين اللي جاي نتيجه ده، هو ايه الفرق ما بين الديستريبيوتد لود والكونسنتريتد لود؟ هو عباره عن الدبليو، ده عباره عن الكونسنتريتد لود اللي اسمه دبليو ده، بس بالنسبه لمين؟ لال لللانس بتاعك، مظبوط ولا لا؟ فعشان كده بنقول طب انا ممكن اقول ان الانفلنس لاين الناتج عن الديستريبيوتد لود هيطلع يساوي، او ده الانفلنس لاين او القيمه بتاعت الماكسيمم والمينيمم جايه نتيجه الديستريبيوتد لود، دي عباره عن الانفلنس لاين اللي احنا جايبينه بتاع الكونسنتريتد لود، بس عايزين المره دي نضربه في قيمه الديستريبيوتد لود في الاكس بتاعك. ما هو دول الاثنين دول كده انت حولت الديستريبيوتد لود بتاعك لكونسنتريتد، بس المرة دي انا مش هينفع احول الكونسنتريت. فبنقول طب ما تيجي نتكلم ان انا ممكن اعمل الكلام ده ايه؟ انتجريشن، صح كده؟ عايزين نعمل الكلام ده انتجريشن. طب ال W ده distributed load intensity دي constant، فهتلاقي نفسك بتقول ده بره في تكامل ال influence line diagram مضروب في مين؟ في الاكس. طب ده تكامل function معينة على الطول، مش دي كانت عبارة عن الاريا؟ فبنقول لك يبقى ده بيساوي على طول ال intensity بتاعت اللود مضروبة في الاريا بتاعت مين؟ بتاعت الانفلونس لاين دايجرام. يبقى انا دلوقتي اللي عايز اقوله ايه؟ ان احنا لو كان عندك، انا بقول لك دلوقتي المساله اللي قدامك دي انا عايز اعرف اكبر قيمه للرياكشن واي اي لو كان عليها ديستريبيوتد لود قيمته 2 كيلو نيوتن بير متر سكوير، هنعمل ايه؟ كل اللي اقول لك عليه تعرف تجيب لي الاريا بتاعت الجزء، انا بقول ماكسيمم يبقى هات الاريا بتاعت الجزء مين؟ البوزيتيف. بعد ما تجيب الاريا اضربها في القيمه اللي انا بديها لك اللي هي الانتنستي بتاعتي. لو عايز المينيمم جت الاريا بتاعت النيجاتيف وضربها في الانتنست بتاعتك اللي هي ال دبليو. الكلام ده بقى يتعمل في كل ايه؟ في كل واحد ده منهم. فجينا هنا في المساله دي بنقول لك تعالى بقى نحل على شويه حاجات كده. بعد ما عملت كل ده انا عايزك تجيب لي الماكسيمم والمينيمم واي اي واي بي والمومنت اللي عند نقطه بي والشير فورس اللي عند نقطه جي نتيجه ايه بقى؟ اول حاجه لو كان عندك لايف لود ديستريبيوتد قيمته 2 طن لكل متر، ولايف لود تاني كيس ثانية لود تاني خالص كونسنتريتد قيمته كام؟ قيمته 10. تعال نحل دي، كل اللي هعمله ايه؟ عندي مرة كونسنتريتد وعندي مرة ديستريبيوتد. الكلمتين اللي احنا قلناهم دلوقتي لو انت بتتكلم على كونسنتريتد انا هدور في الدياجرام ده على أكبر قيمة وأقل قيمة. يعني مثلا أكبر قيمة هنا واحد، أقل قيمة ناقص نص، أكبر قيمة هنا ثلاثة، هنا أقل قيمة ناقص واحد نص. ليه؟ لأن هي مجرد نسبة وتناسب هضربها في الكونسنتريتد لود اللي هو جيفن. لو بنتكلم على ديستريبيوتد لود يبقى انا محتاج اجيب الاريا بتاع الجزء البوزيتيف والجزء مين والجزء النيجاتيف. فاروح جاي اعمل ايه بقى؟ اروح جاي اقول لك خلاص انا كل اللي هعمله هقول لك هو الستراننج اكشن اللي انت كنت عايزه كان ايه؟ واي اي واي بي والمومنت اللي عندي بي والشير، صح ولا لا؟ انا عشان انا شايف ان المطالب هي عباره عن الاثنين مع بعض، المطالب هي عباره عن في مطالب نتيجه كونسنتريتد ونتيجه ديستريبيوتد، فانا هطلع لك كل حاجه. بس انت مش مضطر تعمل كده الا المطلوب بتاعك. بمعنى ايه؟ انا شايف ان انا عايز ماكسيمم رياكشنز نتيجه كونسنتريتد لود، اللي هو لو كان اللايف لود بتاعك ده كونسنتريتد. خلينا ابتدي معاك بالاسهل شويه اللي هو ده. فزي ما قلت لك دايما هروح ادور على مين؟ بص يا سيدي انت بتدور على الواي اي، اكبر قيمه للواي اي مين؟ طلع بواحد، يبقى انا هحط الماكسيمم بتاعك واحد. طب المينيمم في قيمه نيجاتيف؟ لا، يبقى المينيمم بتاعك صفر. طب الواي بي اكبر قيمه انا شايفها كام؟ 4 على 3. طب المينيمم ده ناقص ثلث. طب الواي سي اكبر قيمه كام؟ 4 على 3. طب المينيمم ناقص ثلث. طب الام اي اكبر قيمه 2. طب المينيمم صفر. كده اللي انت عملته انت جبت الماكسيمم والمينيمم بتاعك اللي جاي للكونسنتريت لود اللي هو بالنسبه لك العمود ده. بص الواي اي 1 وصفر، الواي بي 4 على 3 وناقص 1 على 3، المومنت صفر وناقص 2، الشير نص ومش عارف وناقص نص.
دول كده اللي يخصوا الجزء بتاع الكونسنتريتد لود. يعني انت الكونسنتريتد لود ب 10، اضرب القيمه دي في 10 وخلاص خلصنا، سواء دي او دي، جبت مينيمم او ماكسيمم كل واحده بشرطها. الجزء التاني لو كنت بطلب منك حاجه نتيجه ديستريبيوتد لود، ساعتها مش هتاخد الماكسيمم والمينيمم كاوردينيت كارتفاع، لا هناخد المره دي كاريا. فالمره دي لو انت بتتكلم عن ديستريبيوتد لود، انت عايز تجيب الرياكشن اللي اسمه واي اي نتيجه ديستريبيوتد لود. لو عايز تجيب الماكسيمم، هات الاريا بتاعت الجزء البوزيتيف. طب انا عايز اجيب اريا ده مستطيل ومثلث، اضرب الطول 2 في 1، وبعدين نص في 4 في كام؟ في 1. خلاص 2 في 1 ده 2، ونص في 4 في الارتفاع اللي هو 1 كمان 2، دي طلعت 4. يبقى الاريا البوزيتيف 4. طب والنيجاتيف كام؟ مفيش نيجاتيف، يبقى 0. طب اروح جاي هنا اجيب الواي بي، والله الاريا البوزيتيف ده انا ممكن اقول نص طول القاعده في الارتفاع. اجيب الطول ده كله، ادي مثلا 8 وادي 4 يبقى 12، يبقى نص في 12 في 4 على 3، دي الاريا البوزيتيف. طب النيجاتيف دي نص في 2 في الثلث. يبقى انت بتجيب عند كل فاريبل انت مطلوب منك الارياب بتاعتك اللي انت عايزها، بوزيتيف ونيجاتيف. ادي الاريا بتاعت الواي اي بوزيتيف ودي نيجاتيف 0، دي بتاعت الواي بي بوزيتيف والواي بي نيجاتيف بالشكل ده، تمام. بعد كده مومنت بي وشير فورس. اللي انا عايز اوصله لك ايه، ان الجدول اللي قدامك انا مش عايزك تعمله دايما الا اذا كان مطلوب. بمعنى دول المطالب اللي انا بقول لك عليها، هات لي قيمه سترينج اكشن معين اندر سبيسيفيك لود، سواء كان كونسنتريتد او ديستريبيوتد. لو كونسنتريتد فانا محتاج العمود ده وده بس، ده للماكسيمم وده للمينيمم. لو ديستريبيوتد احتاج ده وده بس، ده للماكسيمم وده للمينيمم، تمام كده. طيب انا خلاص كده يعني عرفت نفس القيم اللي انا هبتدي اضرب فيها. ايه بقى المطلوب؟ الراجل كان بيقول لك بقى هات لي كل واحد منهم لوحده. فتعالى كده نشوف، لو انا عايز اتكلم على لايف لود ديستريبيوتد لايف لود اللي هو كان مديهولك قيمته 2، عايز اجيب الماكسيمم والمينيمم في الاربعه فاريبلز دول. قلنا طالما ديستريبيوتد يبقى انا بتكلم على مين؟ على الاريات دي. طب انت عايز تجيب الماكسيمم بوزيتيف واي اي نتيجه ديستريبيوتد لود قيمته 2، اروح جايب الاريا بتاعتك البوزيتيف 4 اضربها في 2 اداك 8. يبقى اقصى قيمه للرياكشن اللي اسمه واي اي نتيجه ديستريبيوتد لود قيمته الاثنين هيطلع كام؟ هيطلع 8، تمام. طيب لو عايزين نجيب اقصى قيمه بوزيتيف او اقصى قيمه للرياكشن اللي اسمه واي بي نتيجه ديستريبيوتد لود قيمته 2، هتجيب لي الاريا دي اللي هي 8 اضربها في 2 طلعت 16. طب اقصى قيمه بوزيتيف او الماكسيمم مومنت نتيجه ديستريبيوتد لود ده هنا 0، يبقى هيطلع 0. طب الشير ده هنا كان ربع، يتضرب الربع بتاعك في القيمه اللي 2 طلعت نص. طب انا عايز المينيمم، يبقى بدل ما كنت بتكلم في الاريا البوزيتيف اتكلم على الاريا المين النيجاتيف. والله لو الواي اي ده كان صفر يتضرب في الاثنين برضه هيطلع صفر. طب الواي بي ده كان ناقص تلت يتضرب في الاثنين يطلع ناقص تلتين. طب المومنت كان ناقص 6 يتضرب في الاثنين يطلع ناقص 12. طب الشير كان ناقص ربع يتضرب في 2 يطلع ناقص النص. يبقى انا كده جبت دول كان عباره عن لايف لود ديستريبيوتد لود. طب لو كان كونسنتريتد هل محتاج الاريا؟ لا محتاج الاوردينيت. فهنا بيقول لك هات لي بقى الكونسنتريتد او هات لي الماكسيمم والمينيمم بتاع الفاريبلز دول نتيجه كونسنتريتد فورس قيمتها 10. طب اروح الواي اي كان كام؟ 1، يبقى 1 في 10 خلاص هو هيطلع 10. طب المينيمم ده هو 0 يبقى دي هتطلع 0 زي ما هي. طب الواي بي يبقى 10 في 4 على 3 طلعت 40 على 3. طب المينيمم 10 في ناقص 1 على 3 طلعت لي القيمه بتاعت ناقص 10 على 3 اللي هي دي. بعد كده نروح على المومنت، والله ده هنا كان 0 يبقى الماكسيمم يطلع 0، ده يضربه في 10 يطلع ناقص 20، وهنا بنفس الطريقه دي نص ودي ناقص نص يبقى 5 وناقص 5. يبقى هو ده القصه كلها بالنسبه لك، ان انت لو كونسنتريتد هتضرب في الاوردينيت، لو بتتكلم على ديستريبيوتد هات الاريا بتاعت البوزيتيف او النيجاتيف سواء عايز ماكسيمم او مينيمم. الكلام ده كنت انا طالبه منك للديستريبيوتد لايف لود كونسنتريتد لايف لود. وبعدين كمان جينا هنا قلنا لك كمان هات لنا determine these values تاني بس نتيجة dead load قيمته كام؟ قيمته مثلا 1، قيمته 3، قيمته 10، ايا كان. فانت هتعمل ده distributed load بس كيس تانية اسمها dead، تشوف ده هيطلع ايه، تمام. وبعد ما تعمل ده بقول لك ايه رايك لو جمعناهم بقى كلهم مع بعض، dead load و live load distributed و live load concentrated. طب ما انت اوريدي حليت دول كل اللي عامله، بعد كده تجميع. فهتلاقيني جيت هنا عملنا كده ايه dead load اهو، نفس الكلام بقى 1 نضربه في مين؟ في الاريا البوزيتيف اللي هي كانت طالعه لي هنا مثلا 4 يديك 4، في الاريا النيجاتيف اللي كانت طالعه 0 يديك 0، وهكذا، تمام. فدي كل القيم بتاعتك اللي احنا بنبتدي ايه نطلعها بالنسبه لك، دي الديد لود اللي احنا بنبقى عايزين نطلعه، تمام. طيب النقطه بس اللي تبقى يعني مختلفه شويه في الديد لود،
الفرق ما بين الاحمال اللي بنسميها ديد لود ولايف لود، ان الديد لود دي احمال دايمه، لا ديد لود دي احمال دايمه دايما موجوده، البوزيتيف والنيجاتيف الاثنين موجودين مع بعض في نفس الايه، في نفس الوقت. علشان كده الفرق الوحيد ان احنا لما بنيجي نجيب سترينج اكشن نتيجه ديد لود مش بناخد بقى ماكسيموم ومينيموم، هو ما فيهوش ماكسيموم ومينيموم، هما الاثنين مع بعض. فعشان كده هتلاقيني دايما بنضرب الديد لود انتنسيتي بتاعتك في الاريا بوزيتيف بلس الاريا مين نيجاتيف. يعني ايه؟ يعني لو عايز الرياكشن اللي جاي نتيجه واي اي اللي جاي نتيجه ديد لود قيمته واحد، تروح عامل ايه؟ تضرب الواحد في الاريا بوزيتيف 4 الاريا نيجاتيف 0، يبقى 4 زائد 0 مضروبه في الواحد طلعت 4. طب لو عايز الرياكشن اللي اسمه الواي بي، اروح جايب الاريا بوزيتيف 8 ناقص التلت، اجمع دول وبعدين اضربهم في الواحد. طب المهم يبقى 0 وناقص 6 وبعدين اضربهم في الواحد، هنا ربع وبعدين ناقص الربع طلعت صفر، يبقى خلاص هيطلع الشير عندك بكام؟ بصفر. ده بتاع الديد لود. طب انت عايز مجموعهم كلهم، تروح عامل ايه؟ مجمع التلاتة دول مع بعض، هنا ماكسيمم لايف لود ديستريبيوتد ماكسيمم لايف لود كونسنتريتد مع مين؟ مع الديد لود. تمام. بعد كده عايز تجيب المينيمم، يبقى مينيمم ديستريبيوتد لايف لود بعدين مينيمم لايف لود كونسنتريتد ومعاه الديد لود، لان الديد لود قلنا ده دايما موجود ومفيش حاجه اسمها بوزيتيف ونيجاتيف، هو ستيل موجود بنفس القيم. يبقى الماكسيمم ده هتلاقيه مجموع اللايف لود ديستريبيوتد ماكسيمم واللايف لود كونسنتريتد ماكسيمم بلس ديد لود. طب المينيمم هيبقى عباره عن اللايف لود ديستريبيوتد مينيمم لايف لود كونسنتريتد مينيمم بلس الديد لود. تمام. اللي احنا قلناه لحد دلوقتي ده كل المطالب اللي احنا ممكن نتكلم فيها، سواء كنا عايزين انفرنس لاين اي فاريبل، سواء كنا عايزين بعد كده تجيب لنا بقى الماكسيمم او المينيمم لفاريبل معين سواء كان رياكشن او مومنت ترانزكشن من الانفرنس لاينز دي نتيجه لودز سواء كان كونسنتريتد او ديستريبيوتد لود. هتلاقي معاك في الورقه كمان يعني مساله تانيه ما اختلفتش عن اللي فاتت، برضو بيمز كونتينيوس بالشكل ده، وعايزين انفلونس لاين لكل الرياكشن واي اي واي بي واي سي والواي دي كمان، وبعدين عايزين الشير عند نقطه بي مثلا من ناحيه الشمال ونقطه بي من ناحيه اليمين، مومنت عند نقطه سي، الشير اللي عند نقطه اي. بعد ما جبت كل دول هنطلب منك اللايف لو او تجيب لنا القيم دي كلها نتيجه لايف لود ديستريبيوتد وديد لود ديستريبيوتد بقيم معينه، هات لنا الماكسيمم والمينيمم فاليوز بتاعه اللايف لود، وهات لنا مجموع الاثنين في الاخر خالص. اهم حاجه في الموضوع ده كله انك لازم تحدد هو مين متشال على مين. فجيت قلت ده الجزء اللي على اليمين خالص ده هنجد رولر دي سمبل بيم وسكانتريفر ستيبل، يبقى دي كمان تقدر تتشال عليها، نفصل عن ترميات هنج، يبقى نحط مكان دي هنج ودي رولر وسكانتريفر. بعد كده نحط دي هنج على الجزء الاولاني، يبقى تلاقي سمبل بيم وسكانتريفر على سمبل بيم وسكانتريفر على سمبل بيم وسكانتريفر. الحاجات المهمة اللي بالنسبة لك ان طول ما اللود بيتحرك في الجزء المين يبقى مفيش اي حاجة هتيجي في الجزء ده بنفس الطريقة. طول ما اللود بتاعك بيتحرك في الجزء ده ده شايل، يبقى ده هيتأثر، لكن المتشال مش هيتأثر خالص. اللود بيتحرك هنا يبقى هيسمع في التلاتة دول كله. تمام. بعد كده بقى نبتدي نفس الكلمتين اللي احنا قلناهم، هتلاقي ده الواي اي والواي بي والكلام ده كله، مفهومش حاجة جديدة عن اللي قلناه. بعد كده جبت الاريات عشان دي كانت ديستريبيوتد، ما طلعتش الاوردينت، ما اهتمتش بالاوردينت لان انا مش عايز او ما عنديش في المساله دي كونسنتريتد لود. تمام. جبت الفاريبلز كلها، اضرب كل واحد في الاريا بوزيتيف اجيب ماكسيمم، في الاريا نيجاتيف اجيب مينيمم. الديد لود بيتضرب في الاريا بوزيتيف بلس المينيمم او النيجاتيف، اريا بوزيتيف واريا نيجاتيف الاثنين مع بعض. بعدين عايز تجمع، لو عايز تجيب الماكسيمم يبقى الماكسيمم لايف لود زائد ديد لود، عايز تجيب مينيمم لايف لود بلس ديد لود، جبت الاثنين دول مع بعض بالشكل اللي قدامك ده. تمام. لحد هنا كده ده الجزء اللي احنا كنا عايزين نغطيه في الانفلنس لاينز الخاص بالبيم. الحاجه المهمه ان احنا كل اللي اشتغلناه اشتغلنا على بيم شكلها ديترمننت، ممكن نطلب اي فاريبل ترسم لنا ليه انفلنس لاين. بعد كده ممكن نطلب منك انك تجيب لنا ماكسيمم او مينيمم فاليو لفاريبل معين نتيجه يا كونسنتريتد لود هضرب في اوردينت، يا ديستريبيوتد لود هضرب في اريا سواء كانت ماكسيمم او مينيمم اللي هي اريا بوزيتيف او اريا نيجاتيف. ده لو كان نتيجه لايف لود، ديد لود بنضرب في مجموع الاريتين مع بعض لان مفيش ماكسيمم ومينيمم، ده كلها جايه ايه في نفس الكيس. تمام.